السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دول ايه ده؟ ايه اللي انت بتخبيه ورا ظهرك ده يا رمزي؟ لا مفيش حاجه دول، والله مفيش حاجه. مفيش حاجه ايه؟ ما انا شفت يالا اللي في ايدك التانيه. لا دي مفيش اهو. يالا الجواب اللي في ايدك ده جواب ايه ده يا؟ ما تحرجنيش بقى دوله بقى. ايه يالا بتبع جوابات غربيه يا ده رمزي؟ لا يا دوله استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني هو فيها ايه يعني؟ هو غلط ان انت تحب يعني؟ جواب ايه ده؟ لا دوله هو غلط لو انا يعني حبيته ما قلتلكش، انت اول واحد تعرف يا دوله. امال ايه يعني الجواب اللي في ايدك ده يا دوله؟ يعني الجواب ده يا سيدي بتاع اللي هو المسابقات بتوع اليومين دولت كده، فانا بحل وببعت يعني. مسابقات؟ بتبعت لمسابقات يا ده رمزي؟ ده من زمان قوي قوي يا دوله، ده من ايام بمبم. ومن ايامها بقى ما كسبتش لغايه دلوقتي؟ تخيل يا دوله، مش عارف انا ايه الانتهاض اللي بينتهضوا لي ده اهو. طيب ومين اللي بيحل لك بقى المسابقات دي يا رمزي؟ طبعا انا يا دوله. ما بتستعينش باي حد يعني خالص؟ وعشان كده ولا مره كسبت. طب ونفسك يعني تكسب كام يعني يا رمزي؟ مليون جنيه. مليون جنيه؟ طب ولو كسبت المليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ شوف بقى يا سيدي، اول حاجه هعملها ان شاء الله هقوم شاري بازار زي البازار بتاعك ده بالظبط. بازار زي البازار بتاعي؟ وايه كمان؟ واشتري كمان يا دوله بيت زي البيت بتاعك بالظبط، عشان بقى ابطل نوم البازار ده اهو. وكمان بيت زي بيتي. وايه كمان؟ وعربيه، عربيه تكون شبه عربيتك وزي عربيتك دي بالظبط بالظبط يا دوله. ومش عايز بقى ام زي امي ولا حما زي حماتي بالظبط برضو؟ لا يا دوله، هي المليون جنيه يعني هتكفي ايه ولا ايه ولا ايه يا عم؟ رمزي روح على المخزن نظفها يا رمزي، شوف شغلك يا ابني. ليه دول ما شوف شغلك يا رمزي. حاضر يا دول. بتعمل ايه يا دودي؟ زي ما انت شايفه يعني هكون بعمل ايه؟ اصل انت مش عادتك يعني تقرا الجنون قبل ما تنام. بشوف يا ست الاعلانات بتاعت المسابقات. الا قولي لي يا رانيا، انت لو كسبتي مسابقه مثلا وفزت بمليون جنيه تعملي ايه؟ مليون جنيه ايه ده؟ انا لو اشتريت شويه مكياجات على شويه ملابس على شويه جزم كده المليون جنيه هتخلص عادي يعني. الدرجات الحاجات غليت. طب ما تقولي لي يا ماما زود لك المصروف. ايوه بس انت بتسال ايه بيبي؟ مفيش، اصل الواد رمزي مقدم يعني عشان يخش مسابقه ونفسه يكسب مليون جنيه، بس الغريب بقى هو بيفكر ازاي وبيحلم بايه؟ ايه؟ بيحلم يا ستي انه يشتري البازار بتاعي. البازار بتاعك؟ اخس علي الواد رمزي ده على فكره بقى، ده عنده تطلعات مستقبليه تصاعديه، راس ماليه، وعنده رؤى مستقبليه كادحه، ولعلمك انا قلقانه منه. ما انا كمان برضو قلقان منه، بس هنعمل ايه بقى؟ يلا تصبح على خير. تصبح على خير. بونوي. ألا أونا، ألا دو، ألا تري، نبدأ المزاد. 100,000 جنيه، مين يزود؟ 100,000 جنيه، مين يزود؟ 100,000 جنيه إيه؟ 100,000 جنيه إيه حضرتك يعني؟ محل في منطقة زي كده يساوي 100,000 جنيه، ليه حرام؟ خلينا نشوف شغلنا يا أستاذ عادل، وبعدين اسكت أنت. حاضر، منك لله يا رمزي، منك لله. يا نهار أبيض، يوم زي كده ويسيبني. ماشي يا رمزي ماشي. 100,000 جنيه، مين يزود؟ 100,000 جنيه، مين يزود؟ 110,000. 110 ايه يا جماعة؟ ما ينفعش كده 110، احنا عايزين المزاد يشعلل يولع كده، ما ينفعش. 130,000 جنيه. 130,000 جنيه، 130,000 جنيه، مين يزود؟ عليا ب 140,000 جنيه. 140,000 جنيه، 140,000 جنيه، مين يزود؟ 250,000 جنيه فقط لا غير. انت كنت فين وجبت الفلوس دي منين؟ 250,000 جنيه، مين يزود؟ انا هنا، انا تري، انا ترو. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اسم حضرتك ايه يا استاذ؟ رمزي. الاستاذ رمزي. لا يمكن اللي بيحصل ده، مش مظبوط، في حاجه غلط. يا نهار اسود، ايه ده؟ رمزي يشتري البازار ازاي؟ ازاي؟ وبعدين يا استاذ عادل، قلت لك اسكت انت، وبعدين اقعد. سيبولي اقعد. مبروك يا استاذ، يبقى تعدى علينا عشان تاخد صوره العقد بتاعك. ماشي، اتفضل يا استاذ. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. ما تنساش بقى سعادتك الحلاوه بقى يا استاذ. خلاص الحلاوة. خلاص سمعت، خلاص اتفضل، ورش على التجار الخسرانين دولت. يلا مشكرين قوي يا سعاده الباشا، مشكرين قوي. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي. يلا مأجرين بدل تجار خايبه. يلا. يا رمزي، رمزي هو انت جبت الفلوس دي منين يا رمزي؟ اخيرا يا دوله، اخيرا الحمد لله كسبت اليانصيب.
كسبت ازاي؟ كسبت ازاي؟ يا عم ربنا بيسبب الاسباب، انت هتنق عليا؟ لا انا مش مصدق اللي بيحصل ده، انا اكيد بحلم بحلم. اوعى تصحى من الحلم ده، الحلم ده جميل قوي يا دولا. لا مدام حلم خلاص براحتك، مبروك عليك البازار، سلام عليكم. تعالى رايح فين؟ هروح بقى. هتروح فين يا دولا؟ انت نسيت ان انا اشتريت كمان البيت بتاعك والعربيه بتاعتك مع البازار، يعني كل حاجه بقت بتاعتي، هتروح فين دلوقتي؟ يعني قصدك ايه؟ بص يا دولا انا مش قصدي حاجه، يعني انا لا يمكن انسى فضلك عليا، يعني البيت بيتك يا عم والبازار محفوظ شغلك فيه. يعني ايه انا هشتغل عندك في البازار؟ امال يعني هسيبك عواطلي كده هو تاخد من اللي يسوى واللي ما يسواش؟ هتبقى معايا يا عم، بس في مشكله كده. يعني مشكله ايه؟ انتوا دلوقتي وضعكم معايا في البيت يعني مش ظريف. يعني قصدك ايه؟ احنا لازما نبقى اهل. ايوه قصدك ايه؟ اتجوز سناء اختك. سناء قصدك ايه؟ اتجوزها يعني ابقى جوزها في البيت. لا تتجوز سناء اختي؟ لا انا مش موافق طبعا، مش موافق مش موافق. مش موافق ليه يعني؟ ايه يا دولا وانا ناقصني ايه يعني؟ وبعدين يعني انا بقيت غني، وما تنساش ان انا اشتريت كل الكمبيالات اللي عليك من التجار. لا 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 لا، مهما يكون مهما يكون انا مش هوافق ابدا ان انا ادي سناء ليك. لا لا اجوزها لواحد رمزي؟ واحد رمزي ازاي؟ انا مش موافق ابدا. مش موافق ليه يا دولا؟ بقول لك ايه، فكر في امك، فكر في مراتك رانيا، فكر في سناء، فكر في ياسمين بنتك. ياسمين بنتك لما هتروح مدرستها البنات زمايلها هيشاوروا عليها ويقولوا بنت السجينه اهي، بنت السجينه اهي، بنت السجينه، بنت السجينه اهي. ايه ده؟ انت ايه اللي منيمك هنا؟ ما انا اصلي ها لقيت جوه في الاوضه يعني الشنط بتاعتك ماليه الاوضه، فعشان كده يعني قلت اسيب لكم الاوضه النهارده كمان عشان تتجوزوا يعني براحتكم. لا 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 يا عادل، ده ما يصحش خالص، يعني المنظر كده الناس هيقولوا علينا ايه؟ يلا ادخل نام في المطبخ انت ومراتك. يلا مطبخ؟ لا يا عادل مطبخ، لا يا عادل لا يا عادل. يا جماعه المطبخ حر جدا جدا، وانا بتخنق بالحر واعصابي ما بتستحملش مطبخ. لا حرام عليكم. نعم يا حبيبتي، المطبخ ارتفعت درجة حرارته من عمايلك السودة فيه. ايه ده يا بابا، هما مين دول؟ ايه ده مش عارفاهم ولا ايه يا حبيبتي؟ ده عم رمزي وعمته سناء. طب هما عاملين كده ليه؟ يعني هما لسه جايين من حفلة؟ لا يا حبيبتي هما اتجوزوا. مبروك يا عمته، مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا حبيبة قلبي. عقبالك يا ياسمين. ان شاء الله عقبالك ده، اول ما نخلف بنوتة أمورة زيك يا ياسمينة. لا ما حدش لي دعوة بياسمين، دي بنتي. ايه ده؟ هياخدوا بنتي مني يا عادل؟ لا يا عادل لا، هسيبوا بنتي، حرام عليكم. ايه التخريف اللي انتوا بتخرفوه ده؟ احنا هنجيب عيال زي القمر. عيال وزي القمر؟ ده منين بقى ان شاء الله؟ هيبقوا شبه مين ان شاء الله؟ هيطلعوا لي انا طبعا. قصدي لمراتي حبيبتي الاموره دي. ايوه كده يا عادل. يا سلام بقى لو ياخدوا من سناء قوتها وجبروتها وياخدوا من رمزي ذكائه الحاد. مرسين يا عادل. مرسين، الله يرحم عصير البرسين. التارية يا اخويا التارية. بقول لك ايه، نومك في الصاله ده وضع مؤقت، بعد كده تنقل الاقامه في المطبخ. انت مشوه منظر الصاله. معقوله يعني؟ معقوله يا سناء؟ يعني يهون عليك اخوكي. خلاص ضغطي على الوتر الحساس، سيبهم النهارده نايمين في الصاله. خلاص يا حبيبتي، احنا علشان الوتر الحساس نسيبهم في الصاله، وبعدين يبقوا يروحوا بقى في الانتريه مع الحمام في المطبخ. يلا بينا. يلا يا حبيبتي. ايه ده رايح فين؟ تعال هنا الباب اهو، مش اهو. نظف كويس. حاضر يا رمزي. مش عايز حته ترابايه. وما تقوليش حاضر. ماشي لو سمحت. والله ايوه اهلا وسهلا، مساء الخير. انا كنت عايز ورقه باردي مكتوب عليها برديات العشاق.
برديات العشاء. سبحان الله يا عم، روح بقى هتلاقي البرديات العشاء دي انا في محل الدباديب اللي على اول الشارع يا حبيبي. ثانيه واحده بعد اذن حضرتك. ليه ليه يا رمزي بيه؟ ايه اللي ليه ليه؟ هو مش سامع، مش عارف ان هنا هو المحل بازار. ايوه معلش، سيبنا نتصرف بعد اذنك يا استاذ زياد. يا رمزي سهلا، حضرتك طلبك موجود عندي. اهلا وسهلا. ثانك يو مان، ثانك يو. حضرتك دي برديه كان بعتها ايزيس لاوزوريس كان في عيد الام يعني. اوه انا ايز دي بكام؟ دي حضرتك ب 100 جنيه بس. 100 باون. ايوه يا فندم. بس تو ماتش. لا مش تو ماتش ولا حاجه. شوف حضرتك الحبر بكام واوزوريس ده دفع قد ايه. اوف كورس تو ماتش. اه لا اوكي، يو ار نايس مان، اي ويل جيف يو. شكرا. 100 باون. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. الف سلامه. جود نايت. جود نايت. باي باي. شكله اجنبي. شفت بقى بس ايه رايك اتصرفت ازاي؟ هتقول اه اتصرفت حلو قوي. انت طمعان فيا ولا ايه؟ انت ناس ان البازار ده هون كله بتاعنا؟ ها؟ يلا بقى يلا، روح نظف المخزن اجري، وهات لي الكوكتيل اللي هناك ده عشان انا ايدي وجعان. يلا بسرعه. اتفضل يا رمزي. نظف المخزن كويس. ها؟ حاضر. وبعد ما تنظف المخزن تعالى نظف المخزن. حاضر. يلا. حاضر حاضر. ما توقعش حاجة. ايه ده؟ ولا عادل؟ ايه الصوت ده يالا؟ ده مفيش حاجة، مفيش حاجة يا رمزي بيه. مفيش حاجة ايه؟ وريني كده اللي في ايدك دي. ولا حاجة. اللي في ايدك التانية يا عادل. ايه ولا حاجة. اه صح، غريبة دولة، بس الصوت ده انا عارفه كويس، ده صوت تمثال اتكسر صح؟ بصراحة اه تمثال اتكسر فعلا. ايه ده دولة عملتها ازاي دي؟ حلوة قوي قوي، وحشني صوت التماثيل دي والله يا دولة. يعني يعني فاكر انت يا رمزي لما انت كنت بتكسر التماثيل؟ فاكر. فاكر يا دولة، وفاكر كمان بقى حاجات كده جنبها. دولة تمن التمثال ده اخصمه من مرتبك يا عادل. ليه 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 ليه؟ طب يا رمزي بيه، ما انت ياما كسرت، انا عمري خصمت منك حاجه؟ الصراحه لا. طيب خلاص، انا مرتبه هيكفي ايه ولا هيكفي ايه يعني؟ انا ماليش دعوه، انا مالي ولا عايزني اوصل للي انت وصلت له ده بالبيجامه والبتاع. حاضر ماشي يا رمزي بيه، ماشي 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 ماشي. خد هنا خد هنا. انت بتقول ايه؟ بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه يا عادل يا سعيد؟ قلت ماشي ماشي ماشي. اه بحسب. بتحسب ايه؟ ما واضحه. ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. يلا بسرعه تعالوا، الاكل جه الاكل جه. يا عادل، ده يا عادل مش كل يوم بقى فول وطعميه يا عادل. طب ما الفول بالطعميه والطعميه من الفول يا عادل، مفيش مره عجة بالشكشوكه وبابا غنوك؟ شكشوكه ايه يا رانيا؟ مش تحمدوا ربنا ان انا جايب لكم الاكل ده؟ دي مقدرتي يا ماما. وبعدين ما تنسيش يعني ان انا من ثلاث ايام ماكلكم خضار. خضار؟ ده طبيخ قرديحي من غير لحمه يا ابني. لحمه؟ لحمه ايه يا ماما؟ لا 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 لا، لحمه ايه؟ الحمد لله ده كده حلوه قوي. بابا ماليش دعوه، انا عايزه لحمه. بكره بابا ان شاء الله يجيب لك لحمه عشان انت بنته حبيبته. ايه يا ماما؟ ماما ما تفتحيش عين البنت على الكلام الفارغ ده، انت عارفه جرام اللحمه بقى بكام دلوقتي؟ كلام فارغ ايه يا ابن الحلال؟ انت حرمنا من اقل احتياجاتنا الانسانيه المتدهوره. اقل احتياجاتكم ايه؟ استنوا بس، استنوا استنوا استنوا. ايه؟ انا شامم ريحه حاجه غريبه جدا. اختك اختك جوزها جايب لها حمام كباب كفته وكل انواع اللحوم اللي في الدنيا، عمالين يدفعهم من الصبح في الاوضه. قاعدين حمام وكباب وقاعدين بيدفعوا؟ طب انتوا ما تفحتوش معاهم ليه؟ الا ما حد عبرنا. ده انا امها اللي حملتها وهنا على وهن، ما عبرتنيش بحته لحمه ولا عضمايه، ناس رمم. بابا ايه؟ بابا بقى حرام عليك، عايزه لحمه. خلاص يا ياسمين يا حبيبتي، انا هاجي على نفسي وانا هتصرف، انا هجيب لك لحمه ما تقلقيش. جرس؟ ده حافظ مش فاهم. مين؟ 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 ما انا هو انا نفسي هو اللي بخبط يعني. عايز ايه؟ عايز ايه يا دول؟ عايز ايه؟ يعني كنت عايز بس لو حته لحمه صغيره، مش عشاني، عشان ياسمين يعني. رمزي اقفل الباب يا رمزي. رمزي رمزي رمزي. يا ولاد اللذين. ماما يا حبيبتي اتفضلي الساندوتش الجميل ده علشان ربنا يخليكي ليا يا سناء.
ده أنا بقالي يومين هفتانة وبهبهب على حتة لحمة. جيبي حتة حماتي. لا امشي بالهنا والشفا لوحدك يا ماما. ربنا يسامحك يا سناء، ربنا يسامحك. عمو رمزي حضرتك ما اديتنيش المصروف النهاردة. يا خبر أبيض، اخس عليا. لا أنا آسف يا ياسمينة حبيبة قلبي، أنا أقدر كده برضو تنسى. معلش يا نونو، خد يا ست المية جنيه دي لهمت، خديهم همت، يعني صرفي نفسك بيهم، خدي همت كلهم اهو، صرفي نفسك بيهم لغايه لما ارجع يا ياسمينه. ايه ده يا بنت، ايه ده يا بنت، انت بتاخدي المصروف من عم رمزي ولا ايه؟ اصل حضرتك منعت عني المصروف. انا منعت عنك المصروف عشان في ظروف يعني. طيب يا بابا، عقبال ما ظروفتي تخلص هاخد من عم رمزي. وتاخدي من عم رمزي يعني مصروف 100 جنيه؟ ميات ميات ميات. معقولة يعني؟ معقولة؟ كتير قوي الفلوس دي على البنت يعني. اللهم صل على النبي، انت مالك يا عم؟ خلي البنت تتبسط يا عم. انت تتبسط بكم الميات اللي انت بتدفعها لها دي؟ لا لا يعني كتير. وبعدين يعني تبسط البنت وتديها الفلوس دي كلها وتقعد تخصم مني؟ ده انا يعني دولة بتاع زمان. انت نسيت ولا ايه يا استاذ ياد يا رمزي؟ شفت اسلوب الشحاته ده؟ يعني كل يوم اسلوب شحاته. الحاح مش عارف. مش هبقى اشوفك يا سيدي بعدين، هبقى اشوفك. وانتوا بقى ان شاء الله متشيكين كده ورايحين على فين؟ ابدا يا رانيا، اصلي نقنق حبيبتي يعني اتخنقت من البيت شويه ومن اللي في البيت يعني حبتين، فقلت يعني اخرجها شويه بالعربيه اللي انا اشتريتها من عادل. والله دي فكره كويسه قوي. طب ما تاخدونا معاكم نشم شويه هوا. والله دي فكره حلوه قوي. تعالى عادل، تعالى معايا. اجي معاك بجد؟ تعالى. تعالى فين؟ تاخده معاك فين؟ ياخدك فين؟ بيقول لك انا ومراتي هشممها شويه هوا، مش شممها شويه زفت. خليك حسيس يا اخي وسيبنا على انفراد. وفيها ايه يعني يا سناء لما نخرج معاك ونشم شويه هوا؟ ما انت ياما خرجت انت ومراتك وسبتوني في البيت اخلل لوحدي. يا سلام يا سناء، انا ما كنتش اعرف ابدا ان انت قلبك اسود قوي كده. قلبي كان مزرع وانت اللي سحرته، قلبي كان ابيض وانت اللي سودته بعمايلك السودا يا عادل. يلا بينا يا رموستي. احبك يا قاسي وانت قاسي. انت شفت حاجه لسه؟ ماشي يا سناء، ماشي يا سناء، انت ورمزي ماشي. ماما، هو انت مش كنت وعدتني تجيب لي جزمه للمدرسه بدل اللي اتقطعت؟ ايه يا ياسمين يا حبيبتي، اول ما يجيني فلوس ان شاء الله هجيب لك جزمه جديده. طب ما انت يعني قلت لي كده مليون مره. اعمل لك ايه يعني يا ياسمين؟ لما يجيني فلوس هجيب لك جزمه، اعمل لك ايه؟ هو انت ليه مش زي عمو رمزي؟ عمو رمزي عمره في حياته ما قال لي لما يجي لي فلوس. ايه ده يا ياسمين، هقارنين انا بعمو رمزي؟ عمو رمزي ده غبي غبي. ليه يعني؟ هو عمو رمزي فلوسه ضاعت منه؟ قصدك ايه يا ياسمين؟ العربية اللي كانت بتاعتك دي متعبة قوي. رمزي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة يا ولي نعمتي. لا لا يا دولة، ما تقولش كده يا عم، انا ربنا جعلني سبب علشان اللي زيك يقدروا ياكلوا عيش في الدنيا دي. احلى هدية لاحلى نقنق في الدنيا. يا ليه مكلف نفسك يا حياتي؟ ده الدولاب فوق بعضه مرصوص مرصوص كوام كوام هدوم وجزم، مش لاقي مكان احط قدم رجلي. يا حبيبتي البسي وتهني، وعندنا بدل الاوضه 3 اوض يا حبيبه قلبي، نبقى نخزن في اي اوضه منهم. ميرسي. بالعفو يا حبيبه قلبي. ياسمينه اتفضلي يا حبيبتي، الجزمه بتاعتك عشان تروحي بيها المدرسه فريره. ميرسي ميرسي. وهديتك يا رانيا هانم. انا رانيا وهانم؟ ربنا يخليك يا رمزي، ربنا يخليك ويبارك فيك ويرزقك يا رب يا اخويا، يا رب يا رب. يا رمرم، امال فين هديه حماتك؟ طبعا ما اقدرش انساكي، ام حبيبتي واحلى مرات عم في الدنيا. اتفضلي يا ست الكل. متشكره قوي يا حبيبي. ودي بقى الخالته ام رانيا ونوجع علشان لما يجوا بقى بالسلام. طيب وانا هديتي فين بقى ياد يا رمزي؟ يلا يا بيه. هديه ايه؟ هديه ايه عادل؟ انت مش كفايه التكاليف اللي انت مكلفاني في البازار وهناون في الشقه والعربيه الخربانه بتاعتك دي؟ عايز هديه كمان؟ بص بص النرفزه، ما تعصبش، اعملي لي كوكتيل، اعملي لي كوكتيل. هيا يا ياسمينه حبيبتي، الجزمه عجبتك؟ حلوه قوي حلوه قوي، ميرسي يا بابا، ربنا يخليك ليا. العفو يا حبيبتي. مش انت، مش انت. بالعفو يا حبيبه قلبي. ايه ده بابا؟ مين يا بابا؟ بابا مين يا بنت انت؟ بابا ده، بابا ده، بابا ده.
وايه اللي بيحصل بالظبط؟ دي بنت انا، انت كمان بنت عايز تاخدها مني؟ لا 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 لا, لا. انا اكيد بحلم. فوقيني فوقيني يا رانيا، اضربيني بالقلم اضربيني بالقلم. لسه واقف لسه واقف، اضربيني اكتر اضربيني اكتر. عادل مالك يا حبيبي؟ عادل ايه اللي جرى؟ حلم مش حلم، لا ده كابوس كابوس كابوس. يا ساتر يا ربي، في ايه يا عادل في ايه؟ لا بس انا مش هسكت انا مش هسكت، انا لازم اتصرف. اتصرف؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت رايح فين يا بيبي؟ لازم اروح البازار دلوقتي حالا. دلوقتي هتروح تعمل ايه في البازار؟ في حاجة مهمة جدا لازم اعملها. يا عادل حرام عليك، الصباح رباح، احنا دلوقتي الفجر. اه الفجر ماشي، يبقى الصباح رباح، بس اما اروح الصبح ان شاء الله لازم اروح اخلص. ماشي يا رمزي ماشي يا رمزي. مش كل شوية امسح لك مراخيرك بقى. يا دول خير، ايه اللي جابك بدري كده؟ انا ولا اجي وقت ما انا عايز. انت مالك يالا؟ انت مالك؟ اخش بيتي واخش بازاري وقت ما انا عايز. طبعا يا دول ده بيتك ومطرحك يا دول. ايوه بيتي، وبيتي بقى هو نفسه بيتي، يعني انت مالكش دعوه خالص يالا. ماشي يا دول. اه بمناسبه البيت يا دول، البت ياسمين عامله ايه يا دول؟ دي بالذات مالكش دعوه بيها، اوعى تفكر تسال عنها. انا بقول لك اهو. ليه دول بقى ليه؟ بس يالا خد ده شيله من هنا. اقعد براحتي، بازاري بازاري، انا اللي جايبه بفلوسي، بحر مالي، اقعد زي ما انا عايز. ماشي يا دول اقعد براحتك يا دول. اه هلا قول لي يا ده رمزي. نعم. انت لسه معاك الجواب اللي انت كنت عايز تبعته للمسابقه؟ اه يا دول اهو يا دول. ايه هتحلوا لي يا دول؟ هتحلوا لي ليه كده يا دول بقى؟ مستقبلي يا عم، مستقبلي مستقبلي. مستقبلك ده ما تفكرش فيه، المهم مستقبلي انا، المهم انك انت تشوف شغلك في البازار، نلتفت لشغلنا بقى، واحنا هنفضل للمسابقات وحسك عينك. اسمع ان انت بعت لمسابقه ولا الفوازير ولا نيلي ولا شريان ولا حد من الناس دي، سامع ولا لا؟ حاضر يا دول بقى، حاضر بقى لتشوف بقى. خد تعال خد تعال. نعم يا دول. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش يا دول. بتبرطم بتقول ايه؟ انا مش شغل بقى. اه بس روح شوف شغلك اجري. رانيا الشراب الاسود المنقط باسود فين؟ في الغسيل. اه طيب بالنسبة بقى للشراب الفراني المنقط رمادي فين؟ اتقطع. اه يعني ده في الغسيل وده اتقطع، طب كويس قوي. طيب بالنسبة بقى للساعة بتاعتي اللي كانت بتأخر فين؟ بقت تقدم دلوقتي. ياه بقت بتقدم ما شاء الله. طب الساعة بتاعتي اللي كانت بايظة للأستيك بتاعها ده كان مهار، بتفكرها فين بقى؟ ياسمين رميتها من البلكونة. كويس انها رميتها من البلكونة، انا هتكل على الله دلوقتي انزل اشوفها، يمكن يكون حد لقاها مثلا خدها صلحها ولا حاجة. عادل حرام عليك حرام عليك يا عادل، انا ما بقتش احتمل لاي شكل او نوع او مهاترة من انواع المهاترات المستفزة المبدئية بتاعتك. ايه يا رانيا كمية الكلام اللي انت قلتيها ده؟ انا بهزر معاك يا ماما، يعني الحق عليا، حق عليها يعني مثلا ان انا شايفك متضايقة ومش في المود، بخرجك من المود وهزر معاك شوية يعني. واما انت بتهزر معايا يبقى انت اكيد عارف انا متضايقه ليه، واما انت عارف ان انا متضايقه ان انت نازل، نازل ليه؟ نازل لسبب بسيط جدا، ان انا رايح اقعد على القهوه، وانت عارفه كده كويس برضو يا رانيا، لان القهوه دي يا ماما عشره، في عشره كبيره جدا بيني وبين القهوه، عارفه الشاي بتاع القهوه بيجري في دم يا ماما. اوكي يا عادل هعمل لك يا حبيبي شاي يجري في دمك. الشاي اللي في البيت هنا بس برضو ما انت بتعمليه في فنجان، لكن بقى في القهوه بشربه في كوبايه ازاز، عارفه الازاز يعني زباله يعني. ولا تفرق معايا، انا اقيلك اوحش كوبايه عندنا واعمل لك شاي فيها. ما هي برضو مش حكايه الشاي بس، لان انا على القهوه كمان بلعب دومنه. يا سلام العب معاك دومنه عادي يعني. ايه بس ما انت ما بتلعبي معايا دومنه بتغلبيني، لكن انا في القهوه بقى بلعب مع الواد رمزي وبغلبه على طول. يا جت على دي يا عادل، العب معاك دومنه واتغلب لك كمان. ايه تتغلبي لي دي؟ وانا يعني بغلب اي كلام؟ انا بغلب رمزي لعلمك بقى بمجهودي، وبعدين هو انا عيل صغير عشان تتغلبيه؟ ايه اللي انت انا رايح القهوه. عجيب يا ده رمز والله. انا مش عارف ادول يعني، انت ليه برضو مصمم يعني نقعد في نفس ذات القهوه دي مره تانية؟
يا ابني، لان القهوه دي بتقدم مشروبات يا ابني. دومنا وطاوله وكرشينه يعني. دومنا وطاوله وكرشينه دي مشروبات؟ ماشي مشيها مشروبات، واحنا بقى قاعدين بنشرب المشروبات هلعبك بقى ايه شاي سخن في وشك على طول. اصبر بس اصبر. حته باشا اخبرني استاذ عادل. يا حته ايه ما شاء الله عندكم النهارده زحمه جامده يعني. بسم الله ما شاء الله يا باشا، ربنا كرمنا الحمد لله. طب ما تشوف لنا ترابيزه ولا كرسي ولا حاجه. ما هو مفيش يا ريس، ما هو لو في كنت جبت لك. يا حته اتصرف اهو، بص كرسي هناك اهو. لا مؤاخذه بس ده كرسي واحد وانتوا اتنين يعني. ما جراش حاجه، نخمس فيه احنا الاتنين على ما يفضلنا كرسي تاني. ماشي اتفضل يا باشا، صبروا نفسكم بيه بقى لحد ما اظبط لكم ترابيزه. ماشي يا حته تسلم. شكرا يا حته. هتقعد ولا ايه؟ امال ايه يا دول؟ ايه اللي امال ايه؟ لا ما الكرسي ده بتاعي انا، معلم وانا معلمه. معلمك ايه؟ ولا دول لا ليش هتغاب عليك؟ لا انا حبيت الكرسي، حبيت الكرسي. تعرف بس انا اساسا محتاج اقعد عشان رجلي بتوجعني. طب ما انا هدول ظهري واجعني من الوقعه دي. يا سلام انت لسه واقعها دلوقتي. بس طب اقعد جنبك، اقعد تعال اقعد هنا. حته صغيره كده، ايه صغيره قوي الدوله دي؟ دي على ناص يا يالا. مميزه يعني. حته ايوه عايزين دومنا لو سمحت. احلى دومنا الاستاذ عادل. اتفضل يا باشا. طيب حلو قوي، بس هنلعب ازاي؟ مفيش ترابيزه؟ لا انا ما صدقت بقى الدومره فاضيه. استنى يا باشا لما اجمع لك ترابيزه، انت شايف الشغل كتير والدنيا زحمه الله يكرمك. ماشي دول احنا ممكن على فكره نلعب من غير ترابيزه. هنلعب على الهوا يعني. احلى طقطوقه الاحلى دومنا الاحلى، اتنين قاعدين على كرسي واحد. صباح الفل يا باشا. صباح الفل 100 100. دول احنا من اولها هو انا عايز القواشيط السوداء. السوداء ايه يالا؟ دي دومره يا اهبل كلها بيضه واحنا بنلعب طاوله يا غبي. ماشي يلا بقى نلعب. لا 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 هتقلبهم، ده بص كل البتاع قد ايه. تعالى كده. ايوه اقلب معاه اقلب معاه بس شيل بقى قلبك. ماشي مش اشكال مش اشكال. مش قصدي والله، ما كانش قصدي. مش مشكله ولا هو قصدك يعني. هعمل لك ايه؟ ماشي خد انت ايه دول 10. وانا هاخد ايه 4 بس. بس؟ اه يا دولا يا ابو الكرم يا دولا يا حبيبي دولا. طب ما تاخد واحده دولا. لا لا دي مش عايزاها. ماشي وريني. نزل دي نزل دي. دي كويس. نزلها يالا دي. حلوه كويسه. كويسه نزلها كده. اقوم انا منزل دي كده اهو. لا 6-2. بص نزل دي بقى، نزل دي. انا بفكر العب بدي. لا 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 نزل دي 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 كده. ودي 6 اللي هي 6-6 دي اللي هي بتبقى اغلى حاجه دي. طب ينفع العب دي كده؟ لا ما تلعبش. استنى انا غلبت يا معلم. ايه ده ايه ده دولد ايه ده؟ يا سبحان الله، ده انت كانك شايف ورقي بالظبط. يا ابني من غير ما اشوف ورقك يا ابني، دي زكاوه، دي طبعا حاجه مش موجوده عندك يعني. يلا اطلب لنا 2 شاي بقى بسرعه. ليه دول؟ ليه انا مال؟ اطلب لنا 2 شاي وقول بقى. فاكر فاكر عليك. قول يا عم انا قاعد على الشارع يا عم. افرض دلوقتي توك توك جه خبطني. يا ريت حاجه تخبطك، بس التوك توك ما يقصرش. انت محتاج عربيه نقل بمقطوره. حته 2 شاي بحليب. حته امرنا باشا. 2 شاي بحليب بس مفيش كوبايات فاضيه بقى يا استاذ عادل. معلش يعني تستنوا لما حاجه تفضى ولا اعبي لكم في اكياس؟ اكياس ايه يا عم؟ واحنا كل ما نطلب حاجه تقول مفيش حاجه فاضيه. مفيش حاجه فاضيه معقوله يعني يا حته؟ طب انا هعمل ايه يا استاذ عادل؟ ما انت شايف بقى القهوه زحمه ولا زبونه. اللي مجنني بقى يا استاذ عادل ان المعلم صاحب القهوه برغم الزحمه دي كلها منزل اعلان عشان ياجر القهوه. ايه ياجر القهوه؟ امال احنا هنشرب فين بعد كده شاي وقهوه وكل اللي احنا عايزين؟ هقول لك يا ريس، الميه السخنه دي كلها لها مؤاخذه فلوس. حته 2 شاي بحليب هنا بسرعه. انا ايه؟ حته شيشه وحلبه. حاضر. حته كرسيين وترابيزه وطاوله. يا حته حاضر يا حته. ايوه لا كنت بجرب صوتي بس. يا حته يا استاذ عادل لم الدومنه دي بقى. دلوقتي يا حته انا جازفت واجرت القهوه دي، وبعدين زي ما انت وعدتني يعني هتاخد بالك منها يعني. انا مش عايز اخسر فيها لو سمحت يعني. حته باشا سيبها على الله، وحته دايما تحت امرك. طب وانا دولا بقى يعني ماليش مكان في الحته دي؟ انت لازم تيجي تقعد جنبي واثبتك جنبي، ما اقدرش اسيبك هنا في البازار تضرب السياحه لمصر كلها. استاذ عادل القهوه جاهزه وخزينها موجود والزباين هناك. كده كده ايه كده؟ دي بيعملوا ايه يعني؟ كده يعني كتير. كده كتير؟ امال لو قليل يبقى ازاي؟ طب لو نص نص؟ انت بتتكلم ليه؟ نص نص بتتكلم ليه؟ ها ها نو 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 جو. هات يا حته.
هات ايه؟ دول الزباين دول بتوعي يا حته. اللي هنبتدي دخامه بقى رمزي. لا بتوع انا معلش بعد لا انا انا عارفهم يا عم وكانوا بيجوا لي البازار. يا ابني قالوا حته بلا بازار. بقول لك هات هات بقى حته. هات بقى ما ترخمش بقى. وريني الشغل يا اخويا. هتوقعهم يا حمار يا حمار هتوقعهم. عجبك كده رمزي مش تفتح؟ ما هو كل شويه توقع مني. تفتح يا رمزي بقى. ولا 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 في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي انت كسرته ده؟ خد تعال هنا، خد تعال هنا. اتكلم يا زفت. هات الحمار. خش خش. تعال. ايه؟ يعني انت ما بيكفكش تكسير في البازار جاي يكسر لي هنا في الاول؟ يعني انت غاوي تخرب بيتي وخلاص؟ مش قصدي يا دوله والله مش قصدي. وبعدين دولت الزباين بتوعي وهو اللي كان واقف. لا بتوع انا يا اخويا بتوع انا. لا بتوع انا. انا عارف. بس الطلبات على الارض قوي. انا بص بس بقى بس رمز بس رمز. في ايه يا حته؟ اوعى 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 روح. بص استاذ عادل دلوقتي احنا مش مقسمين الموضوع. الترابيزات اللي هنا بتاعت انا والترابيزات اللي بعد القطوع بتاعته هو. دوله انا بدلتهم يبقى بتوعي ولا مش بتوعي؟ لا بتوع انا بقى معلش. بس يلا. ولا 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 يا حته ترابيزاتي اللي انت عمال تقسم فيها وهنا هو جوه وهنا هو بره. فين الترابيزات؟ فين الشغل يا عم؟ ده انت قلت لي الشغل هنا في القهوه نار. فين النار؟ بردت ولا ايه؟ استاذ عادل بعد اذنك يعني كل اللي انا اعرفه ان انزل الكوبايه للزبون قبل ما تبرد. انما يعني سر الصنعه على مؤاخذه يعني مش غلوه ميه دي لها ستيل انا ما اعرفوش. امال مين اللي يعرفه يا فكيك؟ بس يلا يا رمز مالكش دعوه انت. مين اللي يعرفه يا فكيك؟ المعلم زغلول القص. زغلول القص. والمعلم زغلول القص ده بقى ايه؟ نلاقيه على انه شيشه يعني. لا يا باشا المعلم زغلول القص ده استشاري القهاوي الشعبيه. وده الكارت بتاعه معايا اهوت. اهو هات لي كارت يا حاج. بس ياه اتفضل يا باشا. ده الكارت بتاعه. وده بقى نقابله ولا نشربه؟ في منه كشري يا حته. شكرا يا مان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيكم يا معلمين؟ أهلا وسهلا. اتفضل يا معلم. اتفضل اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. محسوبك المعلم زغلول القص. معسل يا منور يا معلم. ده المساعد بتاعك. محسوبك المعلم بشاي الكنكة. بشاي وكنكة؟ مش شايف إن في تعارض بين الشاي والقهوة يعني؟ بص بقى يا أستاذ عادل، احنا سمعنا ان انت جديد في الكار ده، عشان كده جينا نعرفك بالسيستل بتاعنا. السيستل اللي هو ايه يعني؟ عدم المؤاخذه. خش في الموضوع على طول يا معلم، احنا سابين هوين على النار. اهم حاجه الخدمه والمشاريب. لا بص حضرتك، اتعهد لك ان شاء الله ان الخدمه والمشاريب هتبقى 100 100. لا 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 لا، احنا عايزينها تبقى يعني دون المستوى، مش 100 100. عشان تاخد شهاده عدم الجوده. عدم الجوده ازاي يعني؟ عدم المؤاخذه. اول هام الشاي لازم تخلطه بنشاره خشب. نشاره خشب. ماشي نخلطه بنشاره خشب. وايه كمان؟ تاني هام العناب. ده بقى ليه طريقه في غش ومحترمه. في غش ومحترمه؟ انت مش شايف ان الغش عكس الاحترام يعني ولا ايه؟ لا انت تروح عند العطار تجيب منه لونين، واحد احمر والتاني بني. الاحمر هتحط عليه شويه ميه وسكر يبقى ايه؟ هيبقى الوان بقى نلون وش الزباين وهم داخلين واحنا في العيد يا معلم. لا الاحمر على الميه والسكر يبقى كركريه. طب والبني على الميه والسكر يبقى ايه؟ يبقى تمر هندي. ايوه كده. اهو انت كده بقى تاخد شهاده عدم الجوده. بس اهم حاجه الواد اللي بينزل المشاريب يقول للزبون ان الاحمر كركريه والبني تمر هندي. طبعا لازم يقول لهم ان الاحمر هو الكركديه والبني هو التمر هندي، عشان حضرتك الاثنين ما لهمش طعم. ولو لخبطنا ده على ده او ده على ده الاثنين برضو هي هي، بس هو لونهم هو اللي هيخ... ده ايه المراجيح اللي انتوا ركبتوها لي ده يا معلمين؟ الخلاصه لما تيجي تنزل المشروب لازم تغشه، يعني تزود عليه ميه ونشاره. بس خلي بالك اهم حاجه في صنعتنا دي هي الامانه. الامانه. الأمانة يا أولاد ال... إيه؟ يا أولاد الأمانة. يخرب بيتك يخرب ياد. ما بدل ما انت بتخرب بيتي حته حته كده، ما تيجي ياد بالمره مثلا سكينه وتموتني وتخلص. لا يا دولا انا اتسكر اتسكر. انت ايه لازم توقع اي حاجه وانت ماشي؟ ما وقعتهاش يا دولا. ما عليهاش مشاريب يا دولا عادي. يعني ما عليهاش مشاريب توقع يعني؟ ده صاج مش هيتني. عايز ايه حضرتك دلوقتي يا عم؟ الزباين كلهم عمالين يشتكوا نفس الشكوى بتاعك كل يوم، ان الشاي مش عاجبهم. يعني ايه مش عاجبهم؟ يظهر بقى يالا ان هم اتعودوا على الشاي ابو نشاره يالا. بس لا 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 لا، انا لا يمكن ابدا اسمع الكلام بتاع القص وانزل الناس شاي بنشاره. بص انا هنزل لهم الشاي زي ما هو نضيف فل 100 100 وهم يتعودوا عليه بقى. ايه ده؟
الشاي ده طعمه معفن كده ليه يا رمزي؟ ايه في ايه يا استاذ؟ ماله الشاي ما زي الفل؟ هو في ايه وبتاع ايه؟ انا طول عمري بشرب الشاي في المكان ده، اول مره اشربه بالطعم ده، مش ده الشاي اللي انا متعود عليه هنا. يعني ايه؟ يعني انت بتغش في الشاي ده؟ يعني ايه بغش في الشاي؟ الكلام اللي انت بتقوله ده، انا بقالي 100 سنه بشرب شاي، واعرف ان الشاي الاصلي لازم يبقى فيه كده حاجات كده على وش الشاي بتعوم كده، حاجات صغيره كده زي النشاره مثلا. نشاره؟ ده انت شكلك ادمنت النشاره. ولا حته باشا رمزي الخراب. نورنا يا معلم. بقول لك ايه، هنعمل ايه في حكايه النشاره دي؟ يالا الحل عندك يا معلم، النشاره. يظهر ما قداميش غير كده فعلا. خد يالا رمز. خلاص الضرب ما بقاش ينفع معاك. 10 جنيه دي روح اتصرف لي وهات لي بيهم شويه نشاره خشب. عينيا يا دولا. اوعى تسف النشاره وانت جاي. لا عينيا يا دولا. هوا موت الزباين في سكتك اسهل. حته قابل وقعد حته. باشا رمزي. نعم. ترابيزه وكرسيين يلا. عينيا حته هوا. انا اسف يا دولا، انا اسف. الله ينور يا معلم، هو ده بقى الصح، هو ده بتاع زمان، ده الشاي المظبوط اللي يعدل الدماغ. تسلم ايدك يا معلم. اي خدمه. يظهر يالا بقى مدمن نشاره خشب، شكل وشه هيفلق من نشاره. ايه هنظر. ماشي سلام عليكم. عليكم السلام. يا ترى مين المعلم صاحب القهوه دي؟ انا انت ايه؟ انت المعلم؟ انا المعلم يا باشمهندس، خير تحت امرك. النور ده ولع ازاي؟ ولع من الكوبس بتاع الكهرباء يعني. انا اقصد الكهرباء دي متاخده منين؟ متاخده من عند الراجل بتاع الكهرباء. لا انا اقول لك، دي مسروقه من العمومي، وعشان كده جات لك غرامه ب 15000 جنيه. وخلي بالك يا الدفع يا الحبس. 15000 جنيه ايه؟ هي نفقه حضرتك. ايه الكلام ده حضرتك؟ احنا ماشيين في السليم ولا رمزي؟ نعم يا دول. انت عملت حاجه في الكهرباء يالا؟ لا خالص يا دول، انا ما عملتش حاجه غير ان انا حطيت كابل الكهرباء بتاع القهوه على الكابل العنوني اللي بره في العمود. لا هو حضرتك الكابل العنوني اللي بقى يخرب بيتك. ماشي يا باشمهندس، هنتصرف احنا في موضوع الفاتوره ده حضرتك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. 15000 جنيه وبعدين ممشي لي كابل من القهوه لغايه العمود يا الدريف الارض يالا. 15000 جنيه خساره اهو ساعه صبحيه، اعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم يا دول. زود لي النشاره يالا بتاعه الخشب في الشاي. عينيا يا دول. هاو 15000 جنيه و300 تمن الكرسي. على حته. صباح الفل يا باشا. الله ينور على حته. ربنا يكرمك. الله يخرب بيتك يا رمزي. ربنا يكرمك يا دولا يا رب. دولا انا بقول لك يا دولا، احنا ليه ما بننزلش كوكتيل؟ كوكتيل وانا ناقص خراب بيوت؟ ما انت قاعد بتشربه يا. لا ما حصلش يا دولا. ما حصلش؟ لا حصل، وانا عارف كويس قوي، حته شافك كمان وانت عمال بتشربه. لا يا دولا. طب ايه دلايلك؟ ايه دلايلك؟ دلايل ان حته شافك يا ولا حته يا باشا. بتقول له لا ايه؟ ما انا شايفك انت بتقول له لا يا غبي. البيه عمل ايه في الكوكتيل؟ قول له. اقول لك يا معلم، كان مادي تبوظه في الشفشق كده وشغال شفط لغايه ما فضى كل اللي فيه. على فكره بقى دول انا كنت يا عم بقى بنضفه من الكوكتيل اللي فيه. تنضفه اما يخلص الكوكتيل تبقى بعد كده تنضفه. يلا اتكلوا على الله، انتوا الاثنين شوفوا شغلكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك احنا دفعنا الكهرباء خلاص. لا ما انا مش جاي عشان الكهرباء. امال جاي عشان ايه سيادتك؟ اصل انا اتنقلت لشركه الميه وبلغوني ان عليكم ايصالات ميه متاخره بمبلغ 10000 جنيه. ايه 10000 جنيه؟ لا حضرتك بقى تروح تاخدهم من صاحب القهوه، انا ماجر منه، ده انا ما كملتش الشهر حضرتك. انا ماليش دعوه، انا ما باخدش من اللي ماجر، انا باخد بالعين. لا عين ولا بق، انا مش دافع يعني مش دافع حضرتك. خلاص ما تدفعش، اقطعوا الميه بقى، امسك كده يبقى ليك قضيه. سلام عليكم. يا نهار ابيض، 10000 جنيه وقبل كده 15000 جنيه ولا رمزي؟ نعم دول. عايزك يالا تزود النشارة بتاعت الخشب على الشاي يالا، وهتوصل للعطار تجيب من عنده لون مضروب، أرخص لون عشان نحطه على العناب. اتكل على الله. عينيا يا دولا. حاضر. يلا اتكل على الله. طب يا دولا، ما أنت اللي ماسك يا دولا بقى. يا سلام جت على الماسكة. ماشي. بقى. ولا. أنا آسف يا دولا، أنا آسف. خرب بيتك.
السلام عليكم. نعم حضرتك، حضرتك هندفع ان شاء الله الميه، هندفع. حاضر. لا ما انا جاي عشان حاجه تانية خالص، مش انا اتنقلت. اتنقلت امتى حضرتك؟ ده انت لسه خارج دلوقتي من القهوه ودخلت على طول. اتنقلت امتى؟ ما نقلوني وبلغوني في التليفون ودوني الحي، ورحت هناك بقى لقيت عليكم غرامات متاخره 20,000 جنيه مخالفات اشغال طريق، عشان بتحطوا الكراسي بره في الشارع صف تاني بره. صف تاني ايه حضرتك؟ واحنا راكنين عربيات، دي كراسي حضرتك، وبعدين ما بنحطهاش بره، الزباين عندنا بيقعدوا جوه بس ما بيقعدوش بره. بص المخالفه 20,000 جنيه، امسك ادي الفاتوره، تدفع في خلال يومين يا اما نقفلها لكم خالص. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده كده باظت خالص. ولا رمزي؟ نعم دول. تعالى يلا. بص عايزك بقى ايه، كل 2 كيلو نشارة خشب تحط عليهم كيلو شاي. يلا. حاضر يا دكتور. ولا اقول لك تعالى؟ لا، كل 10 كيلو نشارة خشب كيلو شاي. حاضر يا دكتور. لا 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 لا، ده انا عندي 20 وعندي 10 وعندي 15. بص المخزن املاهولي نشارة خشب وحط عليه شويه شاي كده من فوق الوش. حاضر يا دكتور. بقول لك يا دولة، ما نخلي الشاي اللي في الشويه دولت نشربهم احنا. ليه؟ نغش؟ نبقى غشاشين يلا؟ لا طبعا، راعي ربنا يلا. هو ده، الله ينور يا معلم، هو ده الشاي المظبوط اللي يعدل الدماغ ويخلي الطاسه موزونه ومية مية. تسلم ايدك يا معلم. عجبك يعني الشاي؟ اوه ده انا هين عليك، ابوس ايدك يا معلم. تسلم ايدك يا ده رمزي. اي خدمه يعني، ما حسيتش يعني باي حاجه يعني. عموما طيب ولا رمزي؟ نعم دي. انا عايزك يلا تكتر النشار على قد ما تقدر يلا. انا يا معلم دولا. فين المعلم صاحب القهوه دي؟ اهلا اهلا بالمعلم عوض، اتفضل. مش تهدى بس كده وتشرب لك كوبايه شاي من بتوعنا الاول؟ كوبايه شاي من اللي بتحط عليها نشارة خشب برضو؟ ايه ايه ده؟ ايه يا معلم؟ ايه لا وطي صوتك لو سمحت. ايه نشارة خشب دي؟ دولا احب اعرفك يعني المعلم عوض المنشار النجار اللي احنا بنجيب من عنده النشاره اللي بنحطها على الشاي للزبائن. غبي غبي، انت المعلم صاحب القهوه دي؟ ايوه انا المعلم، تحت امرك. خير يا معلم. طب يا سيدي عليك لحسابي انا اللص عوض المنشار مبلغ وقدره 35,000 جنيه. ايه 35,000 جنيه تمن نشارة خشب؟ امال لو بتورد لي خشب هدفع كام يعني؟ الحق عليا اللي عندي ضمير وبورد لك نشارة خشب زان مش مزجي. المهم هتدفع ال 35,000 جنيه ولا لا؟ ايه اللي ولا لا؟ انت بتهددني يعني؟ بص انا كده كده خربانه معايا، كل شويه مطلوب مني فلوس، مطلوب مني فلوس. يا جماعه يا اخوانا. ايه دولا؟ فين الفلوس بتاعتي يا معلم؟ عايز الفلوس؟ ايوه. عناية ليك يا اخوانا، الراجل ده يا اخوانا غشني وانا ضميري صحي ولازم اقول لكم على كل حاجه. انت كنت بتورد لي يا معلم نشاره خشب يا خفيف؟ الاستاذ كان بيورد لي نشاره خشب على انها شاي، وكنت بشربكم نشاره الخشب دي على انها شاي من غير ما نعرف. ايه؟ ايوه. مش ممكن، الله يخرب بيوتكم، يعني كل اللي احنا بندفعه ده كانت نشاره خشب؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. ايوه اتصرفوا معاه بقى، اجري يلا يا رمزي. ليه يا دولا؟ ليه يا دولا؟ خليك يا ده رمزي، اتصرفوا يا رجاله. منك لله يا حته، كل اللي انا كسبته خسرته ودفعت فوقيه فلوس كمان. ايه ده؟ ايه يا عادل؟ هو انت مش نازل النهارده على القهوه ولا ايه؟ لا يا ستي مش نازل، انا هقعد النهارده بقى في البيت يعني اغير، قعده البيت حلوه برضو. طب بقول لك ايه، تحب اعمل لك كوبايه شاي فظيعه؟ الشاي ده فتله ولا سايب؟ لا هو سايب بس نوع جامد موت، اسمه منشار. المنشار؟ عرفت اصلا. وريني الشاي قبل ما تعمليه. ماشي. استنى 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 هفتح انا. ايوه يا عم، مستعجل على ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت تاني برضو، ايه اتنقلت فين المرة دي وجاي عايز فلوس؟ اتنقلت ايه، انا اترفدت. الحمد لله، بس ربنا كرمني براجل ابن حلال عيني في الزبالة. زبالة؟ عليك 25 جنيه زبالة. ده ايه الزبالة اللي انا فيها دي؟ مامي فاكرة الفيلم ده؟ ده فيلم مراهقون على الهوية. بلاش بقى الفيلم ده، الله يخليك، مراهقون على الهوية ايه؟ انت بنتك في سن مراهقة ومش عايزين بقى تتعلم من الحاجات دي ومش عايزين مشاكل. مشكلة ايه كفل الشر؟ مش عارفة مشكلة ايه؟ البنت دلوقتي بتكبر والمخات بتاعتها بقت تكبر، يعني ممكن تراهق وتفكر بتفكير مش مظبوط. صح يا مامي، يعني احنا لو معرفناش نوجهها صح ممكن البنت تنهار وتضيع. انت ليه انت ومامتك عمالين تحدفوا دبش وطوب من الصبح؟ يعني ايه البنت الطيبه الغلبانه دي تضيع؟ والله انا مش عارفه،
ايه اللي فكركم بياسمين دلوقتي؟ ياسمين العقله الكامله يا ماما، مش لاقيين حاجه يلقوا ويعجنوا فيها، عمالين يقطعوا فروه البنت الغلبانه. يا بنتي انتي بتكلمي في فروه ايه اصلا؟ انا اصلا ما قطعش فروه بنتي، بنتي ما عندهاش فروه في راسها اساسا. احنا كل الموضوع ان احنا بنعمل شويه احتياطيات. بلاش كلام فارغ، البنت كويسه واطمني عليها، دي عقله وكامله. قولي لهم يا ماما. ياسمين جت اهي. يا حياتي وحشتيني. تعالي أهلاً. مساء الخير. مساء النور. وحشتيني قوي. قولي النهارده عملتي ايه في المدرسه؟ مامي انا عايزه اخد رايك في موضوع. قولي. انا طلبت من واحد زميلي ان هو يجي يذاكر معايا هنا، ايه رايكم؟ برافو ياسمين، برافو. رايح اجيب الدب من ديله وان ما لقيتلوش ديل راح. ازيك يا عم رمزي؟ ياسمين حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ هو فين بابا؟ بيريح شويه في التابوت اللي جوه. منك لله على دي شوره. ايه ياسمين؟ ايه مالك يا حبيبتي؟ في حد في البيت جرى له حاجه؟ حد مات؟ لا يا بابا ما حدش مات، ده انا كنت عايزك في حاجه خاصه. حاجه خاصه؟ بنت جايه عريس ولا ايه؟ الف مبروك يا عريس. عريس يعني هبقى انا العريس؟ وايه يا ياسمين يا حبيبتي بقى الحاجه الخاصه اللي انت عايزاني فيها؟ الموضوع متعلق بواحد زميلي في المدرسه. واحد زميلك؟ يعني طيب انت زميلك اللي في المدرسه ده ظروفه ايه؟ ده اشطر واحد في المدرسه. ايوه بس يا ياسمين يعني مش شايفه ان الموضوع ده لسه بدري عليه؟ لا يا بابا ما ينفعش اجل اكتر من كده. ما ينفعش اجل يعني؟ طب هو عنده شقه؟ لا ما هو هيجي عندنا. يجي عندنا في ايه؟ هو البيت هيستحمل مين ولا مين؟ يا بابا مفيش وقت خلاص، انا قربت اضيع. يا عيني سافر الندل الجبان الواطي، انا مش هسكت ابدا. ادي اخر تربيتك يا سدوله. بس يا جزمه ملوش ذنب، ده انا اللي مش بذاكر كويس. مش بتذاكري؟ انت بتتكلمي على ايه بالظبط يا ياسمين؟ عندي ميل في المدرسه اللي هيجي يذاكر لي عربي في البيت عندنا. عربي؟ يا وهو ده بقى الموضوع الخاص اللي انت عايزاني فيه؟ يا بابا امال حضرتك فاكر ايه؟ يا ستي بابا كان فاكر ان الواد ده. ايه انت هتشرح لها ولا ايه؟ لا مش عايزك تتكلم خالص. ماشي الاسم خالص. بص يا ياسمين، طبعا ما ينفعش انك انت تجيبي زميلك اللي في المدرسه ده تمشي بيه في الشارع وتطلعوا بيه في العماره قدام السكان وتقعدي في البيت وتزغل. لا 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 ما ينفعش خالص، انا عندي نخوه. ايه ده؟ انا ما اعرفش اننا بنبيع نخوه هنا. لا نخوه دي في المخزن. نو 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 مش مقاس دولا ست. بص يا ياسمين، ماما رايها ايه في الموضوع ده؟ هي موافقه بس قالت لي اخد راي حضرتك الاول. هو عنده راي اصلا؟ اوت. ياسمين لو ماما فعلا بتقول لك تاخدي رايي، انا رايي بقى مش موافق. انا داخله اوضتي. ايه ياسمين عادل، على فكره اللي انت عملته ده ما يصحش خالص. ده انتوا عاملين رباطيه عليا بقى، وانا اقول ايه الاستقبال الشعبي ده؟ ما انت كمان ما تزودهاش. لو سمحتي ما حدش يتدخل في تربيه البنتي. عادل عنده حق. ايه عادل عنده حق؟ عادل الكلام اللي بيقوله ده كان ممكن يحصل من 50 سنه مش دلوقتي. حماتي بعد اذنك يا حماتي، انا راجل البيت والكلمه اللي انا اقولها هي اللي تمشي. يا عادل لو انت كل يوم بتروح المدرسه زيي وبتشوف اللي بيحصل في المدارس كنت تقعد تتناقش مع بنتك بهدوء. مظبوط، علشان البنت تكسب ثقة فينا. ايوه رانيا عندها حق. يا ماما مرة انا عندي حق ومرة رانيا عندها حق، ما ترسلك على حاجة يا ماما. يا عادل انا رأياتي ان البنت دي لازم تعمل كل حاجة قدام عيناتنا احنا عشان نعرف اذا كانت بتعمل حاجات صح او حاجات غلط. مظبوط مامي كلامها صح، يعني البنت لما تقعد تذاكر مع صاحبها قدام عينينا سايكولوجيا احسن بكتير اي ما تدينا ظهرها وتقعد تذاكر من ورانا. ايه اللي تذاكر من ورانا وتدينا ده؟ رانيا لو سمحتي اتكلمي على ياسمين بشكل كويس. عادل من فضلك، مراتك صحيح هبلة لكن المرة دي بتتكلم صح. بتتكلم صح ايه؟ يا جماعة افهموني كويس، أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أبعد الكبريت عن الجهاز. يا بيبي الكبريت موجود في كل حتة هتروحها يا ياسمين، يعني هي لو راحت في كل حتة هتلاقي تقريبا مليون كبريت. مليون كبريت؟ يا نهار ده كده هتولع فينا كلنا. ولعت إيه يا أبو ولع أنت؟ أنت ما حدش عاجبك وكل اللي يكلمك الكلام مش عاجبك؟ أنت كده بتبوظ مش بتحافظ يا عادل. أيوه سناء عندها حق. Thank you.
ياسمين يا حبيبتي، انا فكرت في الموضوع اللي انت كلمتيني فيه، وغير كده كمان كأب ديمقراطي في بيت ديمقراطي أخدت آراء الآخرين كلهم، وصراحة لقيت يعني مفيش مشكلة خالص إن أنت تجيبي صاحبك ده يقعد يذاكر معاك هنا في البيت. ما تفتكريش عشان أنت دخلت الأوضة وغضبانة مني أنا وافقت، لا طز فيكي. لكن أنا صراحة لما هم ضغطوا عليا اضطريت إن أنا وافق، اقتنعت يعني. ياسمين يا حبيبتي، بابي ما يستاهلش مني كلمة ميرسي؟ ميرسي يا بابا. لا مش عارف، حاسس كده بتقوليها من غير نفس. ميرسي يا بابا كده بنفس. ماشي ماشي، عموما الواد ده بابا. عشان ما اسموش الواد، اسمه البوش. البوشي؟ يا نهار اسوح، ده اسمه الواحد يخليني ارفض انه يدخل بيتي. خلاص يا عادل عديها، يعني مش عارف عند اسم الولد، يمكن الولد يطلع كويس، ما تحكمش عليه من اسمه. طيب عموما يعني انا ليا شروط. وايه هي شروط حضرتك؟ شروط يا ستي، اول حاجه ان انتوا هتذاكروا على ترابيزة السفرة برا، ما تذاكروش هنا. حاضر. تاني حاجة بقى، مدة المذاكرة دي هتبقى لساعة واحدة بس في اليوم. ما ينفعش يا بابا. ياسمين بصي يا حبيبتي، احنا نمشيها ساعة في الاول لحد ما بابي يشوف الولد، ولو طلع ولد كويس يبقوا ساعتين تلاتة. اوكي. ده كتير قوي يا عادل. لا 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 مش كتير لو سمحتي، انا عندي شروط والشروط دي لازم تتنفذ عشان اوافق الولد يدخل. طب اتفضل قول شروطك. من شروطي، دي شروط مهمة جدا برضو، ان الولد لازم اشوفه الاول على انفراد قعدة طويلة بيني وبينه، افهم دماغه قبل ما ادخله بيتي في وسط اهلي وفي وسط كم الستات اللي موجودين هنا. اتفقنا؟ انت بقى ابوك بيشتغل ايه؟ ليه؟ لا بص، انت لازم تفهم النظام هنا، انا اللي اسال وانت اللي تجاوب. ليه؟ وحضرتك ظابط مباحث؟ باين عليا الهيبه طبعا، صح؟ حضرتك عمال تسال تسال، ده انا وانا اللي جاي اتجوز بنتك. ولا احترم نفسك هلا. يا عمي يا عمي عمى الدبب ياض. يا انكل لاحظ ان حضرتك عمال تغلط وانا بعديلك. تعديلي هتعمل لي ايه؟ هتقوم تاخدني قلمين ياض؟ ما تيجي تاخدني قلمين ياض. تضرب دول يا حبيبي ابن عمي؟ لا بقول لك ايه، ده انا معايا الحزام المخطط في الكاراتيه. ولا الله لا يسيئك يا رمزي، اسكت بقى. ما هي دولا اوت اوت اوت. يا بابا مش ده اللي اتفقنا عليه. اسكت انت يا ياسمين، اما الرجاله تتكلم البنات تسكت خالص. حاضر، ما تخافيش يا ياسمين، انا هجيب لك حقك. تجيب لها حقها منين يا لاحظ ان انت الغريب اللي في وسطينا، ولو انت كنت فاكر نفسك انك انت مثبت البيت، لا دي بنتي يعني انا مربيها كويس قوي، لعلمك بقى دي توديك البحر وترجعك عطشان. يا بابا يا بابا لاحظ ان احنا اللي محتاجين له، يعني كارتر خيره ان هو جاي يذاكر لي. كارتر خيره؟ خدمه انسانيه وحياتك يا انكل. واد انا مش مستريح لك يا واد، انت شكلك كده مبصبصات يالا. عيب يا عمو. ولا احترم نفسك يالا. يا بابا بقى. ماشي ماشي، بص يالا، انت هتيجي تذاكر لبنتي ماشي؟ هتقعد تذاكر بأدبك، بصة كده ولا حركة كده انت حر، هفرمك ياض هفرمك. ويانا انت يا بوشي، بوشي وكارتر، انا حاسس ان فيه هجوم امريكي علينا. درس النهاردة الجملة الفعلية. عارفة الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفعل ومفعول به. في حاجة يا عمو؟ لا ابدا، انا اصلي كنت ماشي كده فقلت، وماشي جاية من فعل يمشي، ويمشي عبارة عن فعل مضارع. على فكرة يا ياسمين، أنا ممكن أشرح لك أي حاجة في العربي زي ما أنت عايزة يعني، والواد ده يمشي بقى يغور من هنا خالص. أولاد ها، أخبار الشرح إيه يا ياسمين؟ صعبة قوي يا ماما. طب حبيبتي بصي، إحنا هنقعد جنبك هنا، لو احتجتي حاجة اندهينا. تعالى تعالى. إيه عادل اللي أنت بتعمله ده؟ حرام عليك، في حد يعمل كده؟ رانيا أنا صراحة مش مستريح للي بيحصل ده يعني. وبعدين يعني في الوقت اللي احنا نحتاج اهلك واهلي فيه ما نلاقيش فيهم حد موجود. اللي بيحصل ده عادي جدا يا عادل، عادي. عادي ازاي بس؟ هشوف انا بقى حكايه التليفون ده، عايز اعمل مكالمه مهمه جدا. المبتدا والخبر بيترفعوا قدامك، وممكن الخبر نقدمه على المبتدا. في ايه تاني يا بابا؟ مفيش، انا اصلي بعمل مكالمه مهمه، والحته دي الوحيده اللي جنب الشباك اللي فيها ارسال في الشقه يعني. يا سلام، بتتكلم في الموبايل في اي حته في الشقه يعني. ايه بس يعني المره دي الوضع مختلف. يا ولاد يا ولاد، اعمل لكم حاجه تاكلوها؟ طب يا حبايبي الطيب، فضحتنا فضحتنا، حرام عليك جرستنا، انت عايز مني ايه؟ يا رانيا انا مش مستوعب مش مستوعب. بقول لك ايه،
ايه اقصى حاجه ممكن تحصل لو الولد ده ما شرحش لياسمين؟ ولا اي حاجه، ولا تضايق نفسك، بنتك هتسقط. تسقط؟ طيب رايح فين تاني؟ إيه رايح الحمام. ايه وضع طبيعي ان الانسان يروح الحمام عادي؟ والجار والمجروم كانوا في اي حته في الجمله، في الاول في الاخر. عايز حاجه يا عم؟ لا ابدا مفيش، انا اصل كنت معدي كده يعني، فقلت اشوف العربي اللي انتوا بتذاكروه لها ده، لان انا فعلا محتاج يعني ادرس شويه عربي، لان انا ضعيف شويه في العربي يعني. بابا على فكره كده حضرتك بتشتتني. اشتتك ايه بس واعمل ايه؟ لعلمك اللي انت بتذاكريه ده كلام فارغ بالنسبه لي، انا ممكن اشرحه لك بصباع رجلي يا ماما، العربي ده اسهل حاجه. حضرتك شايف انك شاطر قوي في العربي؟ شاطر في العربي يا ماما؟ العربي يعني انا، يعني العربي انا اللي مخترع، يعني مش مخترع يعني، انا افهم اي حاجه عربي. طالما حضرتك ضليع قوي كده في العربي، قول لي جمع المؤنث السالم بيتنسب بايه؟ تاني عبيط يا قد، اي حاجه في الدنيا بتتنسب بالفتحه. غلط يا بابا، دي الحاجه الوحيده اللي بتتنسب بالكسر. ايه ده، غيروها ولا ايه؟ بصراحة كده يا ياسمين أنا اتخنقت منك، أبوك ده راجل ممل وجرافطة. أنا جرافطة يا قد؟ أنت سامعة؟ سامعة الواد بيقول إيه وأنت قاعدة ساكتة يا ياسمين؟ أنت اللي استفزيته يا بابا. وكمان بتدافع عنه؟ طب بصي خلاص مفيش درس، مفيش حصة، والدرس خلص والجرس ضرب، وقوم يلا اطلع برا يلا. بتطردني من بيتك يا عمو؟ بطردك من بيتي برا، اطلع برا. الكرافطة يا مصيبة. ايه؟ في ايه؟ المنتخب اتغلب ولا ايه؟ منتخب ايه؟ اتفضل يا ايه دي كمبيالة؟ شهادة بنتك الفالحة ياسمين. الشهادة بتاعتي حلو حلو حلو. حلوة ايه؟ عادي ما تبص على الدرجات اللي فيها. مالها الدرجات؟ ما هي ناجحة ايه وزي الفل الحمد لله. شوف درجة العربي يا عادل. 29 من 50. طيب يا ماما ما ناجحة هي ماما. ناجحة بس مش متفوقة. ايوه يعني عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ يعني بصي انا عايز اقول لك حاجه يا رانيا، لازم نبقى قنوعين، القناعه كنز لا يفنى، لازم نرضى بنصيبنا يا ماما. عادل على فكره انت سلبي جدا، انت كان في ايدك كل الحاجات اللي في الدنيا اللي تخلي بنتك تتغلب عن معوقات الدراسه. قصدك ايه؟ ان انا اجيب لها الواد المبصبصاتي ده يذاكر لها تاني؟ بقى ويا تلحقها يا ما تلحقهاش. تفتكر الموضوع خطير قوي للدرجه دي؟ يا عادل بص بقى، انا خدت نمره الولد وهطلعهولك اهو، وهسيبك انت وضميرك يا عادل، انت وضميرك. خد اديني قدام الامر الواقع يعني. ماشي ماشي. الو الفوشي موجود؟ التوشي؟ السوشي؟ البوشي. يا بوشي. يا حبيبي. ايوه انا عمو عادل سعيد بابا ياسمين. قفل السكه يا فوشي. معلش يا عادل، معلش يا حبيبي، عشان خاطري، عشان خاطر بنتك ياسمين كلمه تاني. عشان خاطرك ايه؟ مش هكلمه تاني، والواد ده مش هيدخل البيت ده طول ما انا عايش. سألتك يا صخرة ملتقى الشعر الرومانسي زي ما انت عارفة. الحقي بيقول لها شعر رومانسي. فيها ايه عادل؟ ما بشرح لها قصيدة جوه المنهج يا حبيبي. فيها ايه ايه؟ ما هو المنهج مليان قصايد، اشمعنى القصيدة دي اللي اختارها عشان اشرحها لها؟ ده انت فظيع. ايه رايح فين؟ رايح فين؟ ما تخافيش ما تخافيش، هتكلم معاهم بهدوء يعني عادي، ما فيش حاجة يعني، دي بنتي برضو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقعد معاك شويه ولا ايه؟ خير؟ لا خير ان شاء الله، انا اصلي سمعتكم بتقولوا قصايد وكده يعني، مش هعمل لكم اي ازعاج، انا معاكم يعني. اتفضلوا اتفضلوا بابا. ما تخافيش طبعا، بجد مش هعمل اي دوشه خالص، وبعدين انتوا ما دام بتتكلموا في شعر، انت عارفه ان باباكي شاعر قديم يعني الحمد لله. وحضرتك تخصص انهي نوع في الشعر؟ لا كله، انا كل الاشعار بشتغلها يعني، فحت وردم يعني. هو بيسأل حضرتك الشعر اللي انت بتكتبه تبع انهي مدرسة؟ مدرسة صغير مش فاهم يعني، الشعر ملوش دعوة بالمدارس يعني. المدرسة اللي هي تبع كنت النقراش الثانوية العسكرية. ممكن نكمل؟ طبعا كملوا يا حبيبتي. دي قصيدة ايه دي؟ ما هو انت تتكلم يا انا اتكلم، حاجة من الاتنين. انا اتكلم طبعا. اوكي اوكي. ممكن بقى حضرتك تسمعنا حاجة من أشعارك؟ قوي حابب يعني تسمع حاجة من أشعاري قوي يا حبيبي طبعا. هسمعكم جزء من آخر قصيدة أنا كتبتها، هسمعكم المطلع بس عشان ما أطولش عليكم. القصيدة بتقول أنت يلي تملي يا حلاوتك يا حلولي. مش ممكن يا عم، إيه الجمال ده؟
ربنا يكرمك يا ابني، عجبتك بجد؟ لعلمك انا عامل كشكول كده هو بكتب فيه كل القصايد اول باول، اروح اجيبه لك واسمعك منه. والله انت واد هايل على فكره ياسمين، انت هتستفيدي منه جامد جدا. ثانيه واحده اروح اجيب القصيده دي واجي على طول. انت ليه عملت كده؟ هو اللي اضطرني اعمل كده. انا ما اسمحلكش تقول على بابا كده. انت طالعه له بقى. انا قلت لما اسمع شعره لهبل ومجد فيه شويه حل عن سمعي. يا جبان يا ند، زهرت على حقيقتك. فعلا يا بابا، ما ينفعش اصلا اجيب حد يذاكر معايا هنا. ياسمين لو سمحتي قبل ما تاخدي القرار فكري الاول. هي فكرت وكررت وخلاص. الولد ده ملوش قاعده معانا في البيت هنا. اطلع بره، لا اطلع بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني طول ما انا عايش. تالي مفيش مكان اهدى من كده هو نقدر نتكلم فيه براحتنا. بص يا بيبي، احنا جايين النهارده عشان نحط النقط فوق الحروف. ماشي انا بقى هحط النقط فوق الحروف. الواد ده انا مش طايقه خالص. في حاجة بالتحديد يا بابا مزعلاك منه؟ حاجة واحدة ده ميت. لا هزعل منه ليه؟ عادي، ده طفل يعني. وبعدين يا أنكل، أنا لغي من دماغي أي تفكير عاطفي في الفترة دي. يعني البنت يعني مش هتعكسها ولا تكلمها ولا حاجة من دي؟ بص يا بابا، هو قالي لما يكبر إن هو عايز يتجوز عرضة أزياء. ها؟ اطمنت بقى بيولوجيين ونفسين. سيب بقى الأولاد يا عادل يركزوا كده وينهالوا من المرأة بالعلم عشان يحققوا المستوى المرجو منهم. بصي، بعيدا عن الكلام اللي أنا مش فاهمه ده، أنا فاهم حاجة واحدة بس، إن الواد ده ما يخشش بيتي طول ما أنا عايش. بوش يا حبيبي، تحب تتعشى قبل ما تروح؟ لا يا أمي، هاكل عندنا. ليه؟ الاكل بتاع طنطو بتاع الغدا ما عجبكش ولا ايه؟ ده بيقول يا بابا ان هو كان هياكل صوابع وراه وبيشكر ماما على الاكل الجميل ده. طيب يا حبيبي، بص انا هبقى اوصلك انا حبيبي عشان الوقت اتاخر. ماما قالت لي هتعدي عليا تاخدني، زمانها جاي اكيد. هي مساء الخير. اهلا، اتفضلي تعالي. يا ترى الولاد خلصوا مذاكره؟ عادل تعالى سلم ماما بوشي. اهلا وسهلا يا فندم، فرصه سعيده خالص. انا زي ما كنت شفت حضرتك قبل كده. والله وحضرتك شكلك مش غريب عليا. سلوى نجاري؟ لا مش ممكن، عادل سعيد. ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ اهلا، اخبارك ايه؟ عادل سعيد. يا رب. شكلكوا تعرفوا بعض من زمان. يعني من زمان. والغريبه بقى كمان يعني يا سولة، فعلا سبحان الله، يعني ان ابنك وبنتي الدنيا تجمعهم مع بعض دنيا صغيره فعلا زي ما كنت انا وانت زمان، فاكره؟ تخيل. لا والمهم بقى ان انا شايفه ان مستوى الاولاد اتحسن جدا. طبعا لا اتحسن جامد. ماما لو سمحت ما توقفيش تتكلمي مع راجل غريب. يا بوش يا حبيبي، انا مش غريب، انا وماما كنا زمان. زمان ده انتهى، احنا دلوقتي. وبعدين يا بوشي ازاي تتكلم كده؟ تعال هنا. الراجل ده شكله مصاصاتي. بصاتي؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ جبتها منين؟ الحق يا سلوى، بصي ابنك بيقول ايه. انا اسفه يا عادل، انا مش عارفه ايه اللي جرى له النهارده. يا عم لو سمحت كلامك توجهه لي انا مش لماما. يا حبيبي انا وماما اساسا كنا اصدقاء جامدين جدا. غلطه مش هتتكرر تاني. يا ولد ايه اللي جرى لك النهارده؟ ازاي تتكلم كده؟ معلش يا جماعه، صلوا على النبي، ده ابنك برضه يا سلوى على طول عصبيه كده. يلا ماما دلوقتي ونبقى تتحاسب في البيت. هتتحاسبوا في البيت؟ طب اشربوا حاجه الاول يا سلوى. لا بس احنا مستعجلين واحنا اصلا ما عندناش حاجه تتشرب يا بابا. يا رانيا اتفضل يا سالو، اتفضل. لا ابدا، ده انا سعيد والله اشوفك جدا. مع السلامه. يا سلوى دي لطيفه جدا 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 صراحه يعني. يا رانيا انت لسه زعلانه مني ولا ايه؟ رانيا طب انا اعمل ايه يا رانيا؟ يعني انا فوجئت اساسا، وانا كنت اعرف الست دي قبل ما تيجي يعني،
وبعدين انت مش كنت اساسا بتنادي بالصداقه بين الجنسين؟ انا قلت كده بس انا قلت اصدقاء لما يبقوا اطفال مش يبقوا كبار وفارعين في الطول. طب ونعمل ايه؟ ما احنا كنا اصدقاء انا وهي لما كنا اطفال، وبعدين كبرنا وبقينا فارعين بالطول، يعني دي حاجه مش بايدي يعني. رانيا ما تزعليش مني بقى رانيا، وبعدين انا اعمل ايه يعني؟ بصي خلاص انسي الولد ده وانسي امه خالص، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ معرفش، انا ماليش دعوه، بنتك اتصرف انت معاه. ماشي. ياسمين بقى محتاجه كام حصه في الاسبوع؟ محتاجه 3 حصص في الاسبوع ب 50 جنيه، عادل. طيب يعني ادي 150 جنيه في الاسبوع، يعني في الشهر محتاجه لها بتاع 600 جنيه مش كده؟ عادل مش حاسس انت بقيت رغاي قوي اليومين دول، كنا بنتكلم عن الفلوس ولا حاجه؟ ايه المشكله يعني؟ المشكله في 600 جنيه كل اسبوع؟ ده غير اكلك وغير شربك وغير ماما وغير امك وغير اختك وغير اختي. خلاص هجيب المصاريف دي كلها منين؟ خلاص ما توترش نفسك، انا اقول لك على حاجه جامده جدا بقى، انت تجيب الواد بوشي ده عندك في البازار يدي لك انت الدروس، وتيجي انت بقى على ياسمين تقوم عامل كده بقى ايه عزنك انت بقى اللي بتشرح لها، وتبدا تشرح لها بقى. يا بنت الايه، انت اول مره تقولي فكره كويسه، يعني هو البوشي يجي لي انا البازار يشرح لي، وبعدين اللي هشرحه لي اجي انا اشرحه لياسمين من غير ما هي تعرف ان هو جه شرح. برافو عليك برافو عليك، انا هعمل كده فعلا. بس افرضي مثلا البوشي ده وهو جاي لي او هو ماشي من عندي مامته جت توصله او تاخده، اعمل انا ايه ساعتها؟ ولا اي حاجه، كلها حاجات بسيطه جدا. قوم انت حياتك مدور وشك الناحيه التانية يا عادل كده، ايه وسايب امه قاعده معاك بقى ايه تعمل اللي هي عايزاه يا عادل. يعني ايه مش هبص لها؟ يا رانيا السلام عليكم. رانيا يا رانيا رانيا. ايه عادل حرام عليك، وانت جيت؟ جيت من بدري يا رانيا، ايه خير في ايه؟ معلش يا بيبي، اصل انا كنت بقرا الجنان كده ومندمجه في موضوع السفاح اللي اسمه الشنقيط. سفاح اسمه شنقيط؟ ايه السفاح ده يعني بيعمل ايه؟ ايه يا عادل في ايه؟ هو انت على طول كده منعزل داخلين وخارجين ما عندكش اي معلومات؟ ده سفاح الهرم المشهور. سفاح الهرم ده غير بقى سفاح المعادي بقى. ايوه يا عادل، هما دلوقتي بقى الجديد بقى ان هما بقوا يعملوا لكل منطقه سفاح الهرم المعادي، بولاق الخيمه، 200 عقبه. 200 عقبه وبولاق الخيمه، ده ايه السفاحين العجاب دول؟ والسفاح المره دي بقى تخصص ايه؟ اطفال. تخصص اطفال؟ ما مش هيغيروا ابدا، مفيش مره يطلع مثلا سفاح بتاع نسا وولاده. قصدك ايه يا عادل يا سعيد؟ لا ما قصديش حاجه يعني، انا بس حاجه جت في دماغي كده. وده بيخطف العيال بقى يعمل بيهم ايه؟ عادل هو انت في حد قال لك لا سمح الله ان انا بخطف العيال؟ ما انا شرفني، بس هو بالعقل كده في الغالب هو بيخطف العيال عشان يشحتهم ويسرحهم ويشحتوا في كل حته. يخليهم اولاد شوارع يعني، معروفه الحكايه دي. رانيا هي ياسمين فين؟ ياسمين في اوضتها يا بيبي، مش عارفه اليومين دول كده بحسها انها مكتئبه. لا مكتئبه ايه يا رانيا، دي طفله يا ماما، ما تفهمش لا اكتئاب ولا غيره، كل ما في الموضوع يعني مثلا انها مش لاقيه حد تتسلى معاه، طفل اصغر منها اخوها تلعب بيه تلعب معاه كده يعني. مش عارف بصراحه، بس اللي انا متاكده منه ان هي مش في المود، مش متظبطه كده. طب تفتكري ليه يعني؟ مش عارفه يا عادل، بس انت عارف بقى انا خايفه تكون بقى عرفت عن موضوع السفاح، وانت عارف بقى الولاد نفسيتهم وخيالهم واسع بقى، وتفتكر بقى ان في حاجات وحشه هتحصل وبتاع ومصايب كده يعني. لا لا لا، واضح ان انت اللي قعدتك مع سناء خليت لك دماغك يعني تلسع. ياسمين مطمنه وعايشه في امان الحمد لله، وهخش اطمن عليها انا دلوقتي. ماشي. ازاي يا حبيبة بابا؟ ايه يا ياسمين يا حبيبتي؟ ايه مالك يا حبيبتي؟ يعني انت يعني يا بابا مش عارف في ايه؟ لا مش عارف في ايه، قولي لي انت بقى في ايه؟ بابا انت عندك كام بنت؟ ايه اللي عندي كام بنت ده؟ انت هتوديني في داهيه مع ماما؟ مفيش غيرك طبعا يا حبيبتي، يعني انا هتجوز عليك واخلف كمان، معقوله يعني يا ياسمين؟ بابا انا ما قصدتش كده، انا اقصد يعني انا بنتك الوحيده صح؟ طبعا بنتي الوحيده والجميله واجمل بنوته في الدنيا كلها. بابا على فكره يا بابا انت ما بقتش تفسحني ولا تيجي تزورني في المدرسه ولا تجيب لي طلباتي. ما جبتلكيش طلباتك يا ياسمين، انت ناسيه لما طلبت مني ايس كريم، جبتلك ايس كريم حتى من الاماره اللي هو ابو عصايه، وجبتلك كيس بطاطس كبير جدا كده، هو ما رضيتيش تديني ولا بطاطسايه واحده حتى. يا بابا انا مش قصدي الحاجات دي. امال قصدك ايه يعني؟ يعني انا كم مره اطلب منك فلوس اشتراك الباص وانت تطنشني. فعلا صح يا ياسمين. بابا
بابا انت عارف يا بابا ان الباص ده مش بتاع المدرسه، ده بتاع السواق، وكمان السواق ده دايما يفضحني قدام اصحابي. ده سواق قليل الادب، يعني ايه يفضحك قدام اصحابك؟ عموما يا ياسمين يا حبيبتي انا اسف، خلاص بعد كده يعني مش هنسى، يعني انا بجد نسيت خالص. يعني انت يا بابا دايما ناسيني. ايه دايما اسيكي ده؟ لا يا حبيبتي انا عمري ما انساكي طبعا، اي حاجه انت عايزاها انا عنيا ليك يا ياسمين، بس اهم حاجه الفتره اللي جايه دي مش عايزك تتكلمي مع اي حد غريب، يعني من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت. يعني اروح فين يا حسره؟ يا حسره؟ انت بقيتي بيئه كده ليه يا ياسمين؟ ايه يا حسره دي؟ قولي يا خراشي. يا خراشي. مش عارف اجيب الفلوس بتاعت الباص بتاعت ياسمين دي منين. هيا رن. هيا رن. مالك يا رن؟ ايه في حد حصل له حاجه؟ ياسمين بنتي؟ امتى الكلام ده حصل؟ وانت كنت فين يا هاني؟ طبعا عند الكوافير، ده اعز ما املك يا رانيا. يا رانيا دي هي دي اللي فاضله لي في الدنيا يا رانيا. هبلغ البوليس طبعا. هعمل ايه يعني؟ ايه ما بلغش البوليس؟ الله الله الله، هو مش عارف هو عمل ايه؟ دي بنت انا وانا هسكت؟ ماشي يا رن انا هتصرف. سلام 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 سلام. في ايه يا دوله؟ مالك ياسمين؟ ياسمين مين يا دوله؟ ياسمين بنتي يا رمزي. مالها يا دوله؟ ياسمين اتخطفت يا راجل. خضتني يا راجل. انت اللي مضايقك يعني يا دوله؟ خرب بيتك انت، جنس ملتك ايه؟ انت غبيات ما بتحسش. انا ما بتحسش. طب وليه بقى تشتم دلوقتي بقى دوله؟ ياد بقول لك بنتي اتخطفت ياد، وانت مش حاسس؟ انا بقول لك ايه. ايوه انا قصدي يعني دوله ممكن تلاقي اللي خطفها دون ان شاء الله يعني هيكون ايه بيفسحها ولا حاجه، واشتري لها شوكولاته وجايه دوله. ايه بس بالبساطه دي؟ ايوه دوله طبعا بالبساطه دي. هو ما يعرفش هي بنت مين وممكن انت تسوي فيه ايه وتعمل فيه ايه؟ سيبك سيبك من دي يا عم. هو ما يعرفش ان انا شغال مع عادل سعيد؟ ها وممكن اعمل فيه ايه؟ ممكن تعمل ايه يعني؟ هو انا لسه ما فكرتش اعمل فيه ايه يا دولة، بس مش المهم دلوقتي انا دولة، المهم بنتك ياسمين. ياسمين اتخطفت يا دولة. طب انت لسه حاسس دلوقتي ان هي اتخطفت؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ يلا هو انت لما كان حد بيضربك على قفاك في المدرسه كنت بتحس بيها لما بتروح البيت؟ تصدق يا دولة وانا ببقى قاعد لوحدي في الاوضه وبحس ان القلم مطرقع كده، وانا اقول مين اللي ضربني وانا قاعد لوحدي كده؟ مش المهم دلوقتي يا دولة، انا مش مهم انا احس يا دولة، المهم بنتك ياسمين. رد على التليفون، رد على التليفون، انا مفيش دماغ دلوقتي ارد على اي حد. رد يعني قول انا مش موجود. اقول مش موجود يعني؟ اه استنى دول. الو؟ ايوه. لا عادل مش موجود. لا مش، لا يا سيدي ماشي يا عم مش هنا. حاضر يا سيدي حاضر. يلا بقى مع السلامه بقى، احنا ناقصين هزار. مين يلا رمزي؟ انا بتهزر يا عم؟ بيقول لي انا اللي خطفت بنت عادل سعيد. وتقفل السكه يا غبي. ما هو ده اللي انا مستنيه يا اهبل. ما هو ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايز اعرف خطفها ازاي. يا دوله دلوقتي هو اي حد يتصل بينا ويقول هو اللي خطف ياسمين نقوم مصدقينه من غير ما نفكر يا دوله؟ اه وانت بتاع التفكير اهو. هو 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 هو. طب دلوقتي هتقول له انت مش موجود ليه؟ الو الو. ايوه انت مين؟ ها شنقيط؟ انت اللي بتخطف العيال الصغيره؟ طب استهبل يا شنقيط، تخطف ياسمين بنتي؟ انت مش عارف دي بنت مين؟ بنت عادل سعيد. يا ده شنقيط يا، وخلي اللعبه مع الكبار. بقول لك ايه؟ الو الو. ايه يا دول؟ قفل السكه الحيوان. يا دول ما انت اللي زعقت له قوي يا دول. طب انا اعمل له اهو. بيطلب تاني بيطلب تاني. زعق له. الو. ايوه ياسمين. ايه يا حبيبتي؟ انت فين؟ انت فين؟ مش عارفه انت فين. طب ياسمين حد بيضايقك؟ بيعذبوكي وبيشدوا شعرك؟ ما تخافيش يا ياسمين باباكي. الو الو الو. ايه يا دوله؟ ياسمين مالها؟ قفلت هي كمان. طب ودلوقتي هتعمل ايه يا دوله؟ مش عارف يا رمزي اعمل ايه، ادفع الفلوس ولا بلغ البوليس؟ لا يا دوله ما تبلغش البوليس يا دوله، اصل العصابه تاذيها تاني يا دوله. بقى ادفع وخلاص، ادفع وخلاص. ادفع وخلاص طبعا، انت مش خسران حاجه، ادفع وخلاص. طب يا دوله دلوقتي الفلوس اهم من ياسمين ولا ياسمين اهم يا دوله؟ ياسمين اهم طبعا، بس انا ما احبش حد يلوي ذراعي. انا عادل سعيد ما يتلويش ذراعي ابدا، ويطلب مني فديه لبنتي. طلبه كام يا دوله؟ بيضغط عليا بيعجزني، طالب مني 2400 جنيه. كلب كلب. انت قيمتك اكتر من كده بكتير يا دولة. انت المفروض يطلب مثلا 800 جنيه 950 جنيه.
انا مش عارف انا الشنقيط ده ليه متخصص يعني انه يخطف عيال صغيره. ما في كبار يستحقوا الخطف ويستحقوا الحرق كمان. الهي ربنا يحرقك يا عادل، ده انت اللي مضيع بنتك. ايه ده؟ ايه يا بنتي؟ هو انت ما بتفسليش؟ ما بتتبطيش؟ يا جماعه استنوا بس، انتوا فايتكم حاجه. ازاي ياسمين اتخطفت وهي راجعه من المدرسه واصلا الباص بينزلها عند البيت؟ اه والله انا فكرت في الموضوع ده، عشان كده كلمت السواق بتاع الباص وهو زمانه جاي نفهم منه بقى كل حاجه. بيبي احنا لازم يا بيبي نعمل اعلان في الجورنال. جورنال ايه اللي نعمل فيه اعلان؟ الجورنال ده هياخد وقت طويل جدا. ايوه يا عادل، بس نكون احنا عملنا اللي علينا. مش هشوف مين، يمكن هو. اهلا اهلا، ازيك يا استعاده؟ وتفضل اتفضل اتفضل. ايه خايف ليه؟ اتفضل اتفضل اتفضل، تعال عايزك بقى تخش كده وتقعد وبهدوء كده وتفهمنا كل حاجه. تعال تعال. اهلا 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 يا استاذ عادل. اهلا. ايه ده، مين دول؟ دول يا سيدي اهل المخطوفه. قول لنا بقى ايه اللي حصل بالظبط يا استعاده. مفيش اي حاجه، انا ياسمين كانت راكبه معايا الباص عادي يعني، وجايب الباص ووصلتها لغايه باب البيت هنا اهو. بس هي شكلها كان متضايق شويه. عادل عادل، بقول لك ايه، انت ممكن تنشر الصوره دي في الجورنال. يا رانيا ده وقت يا رانيا، صورتي انا وانت هنزلها في الجورنال عشان بنتنا اتخطفت. يا عادل، ما هو ممكن الناس لما تشوف الصوره دي قلبهم يرق ويتعاطفوا معانا ويهتموا بالموضوع. وبعدين بصراحه بقى، انت كنت وعدتني ان انت تنزلها لان انا كان نفسي فيها، وانت قلت لي بس ان المصاريف هتبقى كتير. ده وقته يا رانيا، حرام عليكي. بس ما انت عادل، مين دي لما قلت دي؟ يا سيدي ام المخطوفه، خلينا احنا في موضوعنا. لا انا هاجي لكم بعد ما تخلصوا موضوع النشر والصوره. سلام عليكم. خد تعالى هنا، خد تعالى هنا، تعالى هنا. انا مصدقت جبتك. قول لي بالظبط ايه اللي حصل. ما انا قلت لك على اللي حصل، انا وصلت البيت لغايه باب البيت. وصلتها الساعه كام؟ الساعه 6. 6؟ انت مش ميعادك توصلها الساعه 5؟ لا حبيبي، انا ميعادي الساعه 1 الظهر. بقى شوف بقى الشوارع والزحمه. ده انا وانا جاي على الدائري كان زحمه، عملت مشروع، بعت سندوتشات وشاي وقهوه. اجيب ايه؟ ميكروبات شرطر يطير؟ دي مطحنه يابا. مطحنه؟ وبعدين انا واخد السواقه هوايه مش احتراف. هوايه يعني بتسوق الاتوبيس وانت معاك مضرب تنس يعني؟ لا لا مش مضرب تنس، وانا عيل صغير كده في المدرسه كنت احب انا العب دايما الاتوبيس واصحابي هم الركاب. انا اروح واقف بقول اركب اركب يا احمد، اركب يا مصطفى، اركب يا شاي. مين اللي ورايا دي؟ دي خاله المخطوفه. دي تنزل المحطه الجايه. مين الحاجه الكبيره دي؟ يا عم جده المخطوفه. دي ما تستحملش مع الطبات، تنزل على طول. امس بيب 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 شمال بيب بيب. مطبات وحفر وصرف صحي والاوتوبيس يخبط في حتله، اجيب فلوس منين بقى؟ اصلح العربيه ولا ادفع اقساط العربيه بقى؟ انا مش فاهم ايه علاقه ده كله بخطف ياسمين بنتي. ما انا بعد كل المشاكل دي كلها ما عنديش تركيز. في هناك نظريه اسمها نظريه الخطا في الاحتمالات المحتمله، ان انا انزل عيل مكان عيل او بنت مكان بنت. يعني ممكن تكون نزلت ياسمين في حته تانيه غير هنا؟ لا، الا ياسمين بنتك دي بالذات بقى انا فاكرها. انا نزلتها قدام باب البيت، بس انه بيت هي دي بقى المشكله. هي هنا المنظريه. يا نهار ابيض، والله ما عارف اقول لك ايه، والله ما عارف اقول. متشكرين يا عم عادة، واتكل على الله. اتكل على الله. بص انت معاك الموبايل لو عايزنا رن. انت مين بالظبط؟ اتكل على الله. اتكل على الله، ده انا ابو البيت اللي احنا. يا نهار اسود، حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ الراجل اللاشع ده، انا مش عارف والله. هو ده بقى السواق وخلاص، هنعمل له ايه؟ ازاي يامنوا على الاولاد الصغيرين مع سواق زي ده؟ دهبل يعني. هيعملوا ايه يعني يا سناء؟ كل واحد قبل ما يعينوه هيكشفوا على دماغه يعني؟ ماليش دعوه ماليش دعوه، انا عايزه بنتي عايزه بنتي. يعني يا رانيا هعمل ايه يا رانيا؟ ما احنا مستنيين اهو، هعمل ايه؟ اعذرها يا ابني، قلب الام بعد بنتها عنها خلاها مقهوره زي ما حصل لي بالظبط وانت صغير لما اتخطف. ايه دي ده؟ هو اتخطف قبل كده على الدولة؟ اتخطف وهو صغير زي ما قلت لكم. واحد قال له انا بابا، راح مشي معاه. ايوه ماما، ما كان شبه بابا بالملي. ايه ولا كان شبه بابا ولا حاجه، انت اللي خبتك تقيله. لولا ام خميس اللي شافته وهو عمال يسحبك ما كنتش رجعت لنا ابدا. الحمد لله. هو انا كنت لسه مخطوف امبارح، ده كان زمان وانا صغير. خلينا دلوقتي الموضوع البيت. حد جاي يغير الموضوع. خير يا عادل؟ ما اعرفش، حد سايب جواب. تحية طيبة، وبعد نظرا لظروف رفع اسعار البنزين فقد تم رفع المبلغ إلى 4000 جنيه عدا ونقدا. انتظروا معرفتكم بموعد ومكان التسليم. ايه ده؟ ايه النظام ده بقى؟
هو ايه البنزين يغلى يغلي كل حاجه حتى الخطف؟ ده اللي انا بقى كنت عامل حسابه، شويه هيقول البنزين غلي، شويه هيقول اللحمه غليت، شويه هيقول الافتر شيف غلي، وبعدين كل شويه هيقعد بقى ايه يسحب مننا فلوس. انا رافض الموضوع ده من الاول. لا يا عادل، لا ادفع بقى، ادفع بقى يا عادل بنتك يا عادل، ادفع بقى عشان يرجعوا بنتي بقى يا عادل. يا سلام يا رانيا، يعني ادفع ويرجعوا بنتي وبعد كده ما هم ممكن يخطفوا اي بنت تانيه، اي طفل تاني. لا لا، ما ينفعش ما ينفعش، الواحد مش لازم يستسلم، الواحد لازم يقف لهم. لا يا حبيبي معلش، بلاش المره دي بالذات بقى تقف لهم، يبقى المره الجايه خلي حد يقف وابقى اقف معاه. اه يا متخاذله اسكتي خالص. عادل عادل، انا اول مره احترمك. اه يا اختي، اه يا اختي، عشان مش بنتك يا اختي، دي بنت انا يا اختي، لو كانت بنتك ما كنتيش عملتي كده يا اختي. اه اسكتي اسكتي خالص ياسمين، دي اكتر من بنتي، واكتر واكتر من بنتي. ما تزعليش يا سناء، هي بس متضايقه شويه عشان موضوع ياسمين بنتها. انت فعلا لو كنت مخلفه وعندك بنت اكيد كنت هتخاف يعني. في اتنين عايزين يقابلوك يا كبير. مين دول؟ بيقولوا ان هما من طرف الوقت حته الاهواجي. حته الاهواجي؟ طب خلوهم ييجوا بشوفهم عايزين ايه. بقول لك ايه، فتشهم. حصل يا كبير ونضاف. الله، دول انا عايز الطوق ده احنا هنعبيه في الشارع. حضرتك المعلم شكشوك؟ اه شكشوك. وشكشوك بقى بالبيض ولا بالجبنه؟ شربات هذا وبين الفندي ده. حضرتك ده الواد رمزي يعني المساعد بتاعي يعني بس. اه وماله داخل على دنيته كده بنفس مفتوحه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يعني افهم من كلامك كده انك معترض ولا ايه؟ حضرتك انا مش مسؤول عن تصرفاته خالص، حضرتك عايز تغز بمطوه بسكينه باي حاجه براحتك يعني. الواد ده بيفكرني بصاحبي صوم الله يرحمه، كان غبي وانا ما احبش الاغبياء. ولا يا رمزي هيفهمك بسرعه، على اخلع على اخلع يا دوله. بيقول لك الاغبياء، انا مال انا؟ كان زيك كده بيحب الهزار والفرفشه، ومره هزر معايا هزار ما عجبنيش. اه ما نزار ما عجبكش؟ طب وبعدين عملت فيه ايه يعني يا معلم؟ ده اللي فضل منه. دولك يعني قتلته يا مجرم يا مجرم يا مجرم؟ لا فكرته، وده اللي فضل منه عشان يبقى تذكار للايام الحلوه. يا نهار ابيض، واحنا جايين يعني عشان ننرفز حضرتك؟ ايه اللي فكر حضرتك بالايام الهباب دي؟ اؤمر حضرتك. يعني انا عادل سعيد صاحب بازار، وبنتي ومراتي وامي عايشه. وانا بقول لك قدم السي دي بتاعك ولا ايه؟ خلصنا، انا مش فاضي. كان زمالي فتحت لي خزنه او فجرت الافند اللي جنبك ده. عجبك عجبك. عموما يعني حضرتك، يعني انا بنتي اتخطفت وجاي لحضرتك يعني عشان ترجعها لي. وانا مالي؟ حضرتك هم قالوا لي ان انت عم المنطقه والكبير بتاع المنطقه دي كلها، يعني كل المجرمين وكل الخطافين والنصابين والنشالين تحت. ايوه صحيح، انا عم المنطقه، انما الناس الخسيسه دي ما بتعملش معاهم. طبعا حضرتك ما تعرفش الناس الخسيسه دي. اللي قول لي، هو انت تعرفه؟ الشنقيط. الشنقيط هو اللي خطف البت. شنقيط؟ شنقيط مين يا ابني؟ حد فيكم يعرف الشنقيط ده؟ لا يا معلم. حضرتك الشنقيط ده معروف جدا، ده اخباره ماليه الجرايين. يا ابني ياما الجرايات بتتكلم، وياما بيتكلموا عن ناس في الهجايز، وياما ناس بتشغل ناس بناس عشان يشغلوهم عن المصايب اللي هم فيها. المهم يعني حضرتك، يعني مين اللي ممكن يكون خطفها؟ عفريت يعني خطفها؟ عفريت ايه يا ابني بس؟ ما عفريت الا بني ادم. بس عايز اقول لك حاجه، الشغل ده مش شغل محترفين، ده شغل هواه. شغل محترفين ايه وهواه ايه؟ هو حضرتك المنتخب القومي اللي خطفها؟ منتخب ايه يا دوله؟ ده شكله كده الكابتن حسن شحاته بذات نفسه بس من غير الباروكه. شربات يا انا. تسلم يا معلم. حضرتك يعني كده يا معلم مفيش فايده ولا ايه؟ مين قال كده؟ شكشوك لما يقول لك هيجيبها يبقى هيجيبها. طبعا مش شكشوك. ولا تسكت يلا بقى، اسكت بقى يلا، يخرب بيتك. ثانيه واحده يا معلم، ثانيه واحده. نمرة غريبة ممكن. ألو؟ أيوة أيوة. ها هتسلمني ياسمين؟ طيب كم؟ 6000 جنيه؟ غليت لي المرة دي. آه عشان بسلة غالية. ماشي يا سيدي، 6000 6000. المهم بقى هتسلمهاني إمتى وفين؟ في البازار الساعة 6. لا 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 عيب، بوليس ايه اللي انا اكلمه؟ ما تقلقش خالص، انا ما بكلمش بوليس، انا بكلم صحابي يعني. ماشي ماشي ماشي، مع السلامه مع السلامه. هو ده المحروس؟ هو المحروس. اطمن يا عادل بيه، هنكون موجودين وان شاء الله يومه هيبقى اسود، مش كده يا رجاله؟ مظبوط يا معلم. ربنا يخليك يا معلم، بس اهم حاجه والنبي بنتي ما يحصلهاش حاجه. اطمن يا عادل بيه، بنتك لو في البنتاجون هنجيبها،
وبدون أي خساير. يا سلام، خلاص يبقى معادنا في البازار الساعة 6 إن شاء الله. يبقى إن شاء الله الساعة 6، بس بقول لك يا عادل بيه، سيب لنا الواد ده شوية. أوي أوي، اتفضل معانا. أنا خفيف، أنا خفيف، أنا خفيف. يا خفيف أنت. يالا إيه مالك؟ قال ليه؟ ده هيبسطوك أوي مش كده يا معلم؟ أه طبعًا. احنا هنركبه المراجيح ونوديه الملاهي. لا لا يا دولا، ما بحبش بدوخ من المراجيح يا دولا. خلاص ركبوه الزقازيق. ها؟ لا يا دولا ما بحبش يا دولا. ركبوه دمياط. ماشي، ما تقلقش يا دولا. والنبي يا دولا، يا بنت يا دولا، الحقني يا دولا، الحقني يا دولا. الو. ايوه ايوه، انا جاهز بالفلوس. ايوه يا عم، ما تخافش، ما بلغتش البوليس ولا حاجة. المهم ياسمين هشوفها ازاي. هتبعت عيل صغير ياخد الفلوس؟ ماشي، بس ياسمين. ألو ألو، اخرب بيتك يا شكشوك، ايه اللي أخرك كده؟ أنا مش عارف ايه ده، ايه فيلم الرعب اللي أنا فيه ده؟ انت مين؟ انت من أشبال العصابات ولا ايه؟ عايز فلوس؟ عناية يا حبيبي، هديك فلوس، بس قبل ما اديك الفلوس اشوف وشك. تعالى هنا، تعالى. رايح فين؟ وريني. ايه ده ياسمين؟ بابا عملتي ليه كده ياسمين؟ عملتي ليه كده؟ انا مش فاهم. هو ده اللي خطب بنتك عادل بيه؟ قلعوا الماسك عشان اشوف مين ده. محدش يقلع لي، انا اللي هقلع بنفسي. اهلا لوست عدوي. انت عارفه عادل بيه؟ ايه اللي عارفه؟ ده لوست عدوي السواق بتاع الباص بتاع ياسمين. ما انا قلت لك يا عادل بيه انه مش مجرم قراري من الاول. عملت ليه كده يا استاذ عادل؟ بص يا باشمهندس عادل، انا ماليش ذنب في اي حاجه، انا سواق اتوبيس. البنت ياسمين بنتك دي بنت الذكيه، هي اللي جابت الماسكات دي وقالت لي نعمل كده. ياسمين هي اللي قالت لك؟ عملت ليه كده يا ياسمين؟ بابا انت السبب. انا السبب ليه بقى؟ انا اللي قلت لك اختطفي نفسك؟ لا يا بابا، انا لقيتك مش مهتم بيا فجأة كده، فعملت الحركة دي عشان انت تهتم بيا. يا سلام يا سلام على الاب لما يهتمش ببنته. بص يا باشمهندس عادل، انا هموت نفسي والبسك جريمة وقول انت السبب. سيبه سيبه يموت نفسه ونخلص منه، واحنا باقيين عليه ليه؟ موت نفسك يالا. اه من الاول وانا حاسس انها مؤامرة عليا. بس مهندس عادل، انت عايز توديني المورستان من تاني؟ لا مش انا، مش انا. انت كده كده رايح المورستان، وانت فكرك يعني المورستان هيسيبك؟ سلم نفسك، المكان كله محاصر. مكان ايه اللي متحاصر؟ ما يفك الحفل اللي فيه ده. ضربت؟ لا لا، انا ما اروحش السجن. السجن ما فوت اتوبيس، وانا عدوي احب اسوق اتوبيس. بيب 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 يا جشمه. اهلا اهلا يا معلم شكشوك، دي فرصه سعيده جدا. انت ليك في خطف العيال الصغيرين اليومين دول؟ لا يا باشا، انا جاي اساعد الحكومه كده برضه. عادل بيه تغدر بيا وتبلغ الحكومه؟ والله ما بلغت حاجه، انا زي ما اتفقت معاك. حضرتك مين بلغك؟ امال المدام هي اللي بلغتنا عادل بيه، وكان مفروض سعادتك اللي تبلغنا من الاول. شفت اهو، المدام هي اللي بلغت يعني. ماشي يا رانيا ماشي، بتحرجيني مع الحراميه اصحابي ومع عدو الجزمه. سيادتك لقينا الشوال ده في عربيه العصابه يا باشا. وده في ايه ده؟ دولا. انا هنا عروسك يا جزمه. دولا حبيبي، دولا كده ولا دولا؟ تسيبني في ايد العصابه المفتريين دول؟ هم ايه اللي عمل فيك كده يالا؟ ركبوني المراجيح يا عم، وانا مش عايز. وريني عينيك يالا. اهي دول. ولا يهمك يا رمزي، انا هعالجك من الحول اللي جاي لك ده. والله دولا ازاي دول؟ احط صباعي الاثنين واقوم جايب ده كده وجايب ده كده. يلا استعد. ربنا يخليك يا دولا يا رب. فين؟